الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا ثلاث فقرات مختلفه. الفقره الاولى مع شباب رايز اب هي اكبر قمه لرياده الاعمال في الشرق الاوسط، وانتم عارفين اهتمامنا برياده الاعمال. احنا عندنا فقره او حلقه اسمها هنا الشباب، وبنستعد للموسم الجديد، وبالتالي احنا بنبقى مهتمين جدا بكل الانتربرينورشيب والستارت ابس والمشروعات الصغيره والمتوسطه. هيكون معانا المسؤولين عن هذه القمه ونعرف هي ايه. هيكون معانا داليا قمر مديره رايز اب، وهنا زغلول مديره محتوى في رايز اب، وعبد الحميد شراره المدير التنفيذي. الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن السكن في مصر، ازمه السكن في مصر. هل عندنا ازمه سكن في مصر؟ طيب ازمه السكن دي يعني الحقيقه ان العقار اصبح مخزن قيمه، العقار في اسعاره في ارتفاع متواصل. ازاي نحل أزمة السكن؟ يكون عندنا عقارات صغيرة المساحة تلبي احتياجات المصريين بصورة مقبولة، وفي نفس الوقت يكون عندنا كل أنواع العقارات الأخرى، ما يكونش اهتمامنا فقط بالعقارات الضخمة والموجهة لطبقة معينة. هيكون معانا مهندس محمد المرشدي رئيس مجموعة معمار المرشدي، والمهندس هشام أحمد يسري أمين عام اتحاد مقاولي التشييد والبناء. آخر فقرة بقى هنتكلم فيها عن الأسعار، أسعار السلع، وسؤالنا التقليدي لماذا لا تنخفض أسعار السلع، ولكن كان عندنا قرار وزير التموين بتحديد أسعار للبيع تكتب على المنتجات، لكن القرار ده اتغير وأصبح لا تكتب على المنتجات ولكن تكتب على الفاتورة وتبقى موجودة على الرف. هيكون هنفهم بقى تفاصيل هذه القرارات والمعارضة اللي كانت للقرار الأول. هيكون معنا الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والأستاذ أشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. لكن خلونا نبدأ بالأخبار، وربما أهم خبر كان بالنسبة لنا خلال اليومين الماضيين كان عندنا خبرين مهمين. كان عندنا خبر عودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا، وكان عندنا خبر أيضا حقل ظهر. فيما يخص عودة الطيران المباشر، الحقيقة أن ده يعني خبر طال انتظاره، بقالنا سنتين منتظرين هذا الخبر منذ يعني قطع هذه الخطوط المباشرة بين مصر وروسيا عقب طبعا الحادث الأليم للطائرة الروسية من مطار شرم الشيخ في أكتوبر 2015. ولكن هل ده كل شيء؟ يعني هل ده أقصى ما تتمناه السياحة المصرية؟ بالتأكيد لا، لأن التشارتر أو الطيران العارض هو الأهم بالنسبة لنا، ولكنها خطوة مهمة في طريق طويل طال انتظاره. ومعي على الهاتف السيد وزير الطيران المهندس شريف فتحي. مساء الخير يا فندم. ازيك؟ اهلا بيك. يعني فور عودتك من موسكو بعد توقيع هذا البروتوكول المهم، يعني بصراحه هل ده كان اقصى ما تتمناه، ام تظن انها خطوه مهمه في طريق طويل لسه؟ لا، هي خطوه مهمه، ما نقدرش نقول طبعا اقصى ما نتمناه، وفي نفس الوقت خلينا نكون واقعيين في اللي احنا بنفكر فيه. المفاوضات اللي بيننا وبين الجانب الروسي علشان عوده الطيران كانت بقالها زي ما انت قلت يمكن سنه ونص او سنتين من بعد الانقطاع اللي حصل ده، وكان في يعني خلاف كبير في وجهات النظر. لما انا جيت كان يعني تقريبا الموضوع في خلاف كبير قوي. بدينا نقرب وجهات النظر في حاجات كتير جدا، وتقريب وجهات النظر مدام لميس مهم قوي، لانه ما حدش فينا هيبقى رايه افضل من الثاني، وما حدش فينا هيبقى رايه هو الاعلى على الثاني، لان قد يكون الجانب الروسي ليه متطلبات تكفلها له اتفاقيه شيكاغو او اللوائح الدوليه العامله في الطيران يمكن انا مش مقتنع بيها، وفي دول اخرى ما بتطلبهاش. فاحنا بنبتدي نتكلم في المواضيع دي، بنقرب وجهات النظر، وفي النهايه احنا بنشتغل وذن الاتفاقيات الدوليه وذن المتاح في التعليمات اللي جايه من الايكاو. الجانب الروسي دلوقتي في الوقت الحالي في استعداد موجود جدا، ويمكن الحقيقه يعني انا بشكر سياده الرئيس لان هو في لقائه الاخير مع الرئيس بوتين يعني ابتدى يظهر ديناميكيه كبيره في هذا الملف، وبسرعه جدا قررنا ان احنا نلتقي. كان في بعض الامور اللي احنا اتفقنا عليها ووقعنا الاتفاق، وان شاء الله من اول فبراير
احنا كحكومات بندي الضوء الاخضر لشركات الطيران انها تشتغل. شركات الطيران بقى حسب المقدره التجاريه بتاعتها وحسب جهوزيتها من الناحيه التجاريه تبتدي تشتغل. وانا متوقع ان كله هيكون في خلال اوائل فبراير ان شاء الله. اهم متطلبات الجانب الروسي كانت ايه؟ اللي حضرتك بتقول ان ربعضها احنا غير مقتنعين بيه، لكن يعني اهم المتطلبات كانت تدور حول ايه يا سياده الوزير؟ بصي، المتطلبات الجانب الروسي او المتطلب اللي احنا كنا بنتكلم فيه، او مش بقدر ما اقدرش اقول ان احنا مش موافقين عليه. يعني خليكي اديكي متطلب مثلا معين، ان الجانب الروسي كان بيفضل وجود اجهزه البايومتريك في دخول وخروج الموظفين في دول اخرى، ما اتكلمتش في الموضوع ده خالص. فهمتي ازاي؟ فدي المتطلبات، انما اللي احنا كنا بنتكلم فيه وده ما كانش نقطه خلاف، لان ده بتكفله التشريعات الدوليه. من حق الدول والشركات ان تطلب اجراءات اضافيه في تامين الطيران في المحطات او في المطارات اللي بتشتغل فيها. احنا نفسنا في مصر للطيران بنعمل كده، وعندنا تامين المطارات. وعايز اقول لك حاجه ممكن ما حدش يعرفها، احنا يمكن شركه الطيران الوحيده من وسط شركات كتير جدا انا اعرفها اللي عندها قطاع امن. شركات طيران ما فيهاش قطاع امن. يمكن انت بتسافري على شركات كتيره جدا ما بتشوفيش موظفين الامن او ضباط الامن اللي موجودين من شركات الطيران. فاذا ده حق بيكفل في هذا الموضوع. الجانب الروسي الحقيقه في بعض الناس كانت بتقول لا، ما يفتشوا ويعملوا، لا الحقيقه ما لهوش دعوه بالموضوع ده. هو بيقول انا عايز حتى في الفتره الاولانيه ان انا يكون عندي اوبزرفرز، لازم يكون عندي حد بس واقف بيراجع الاجراءات بيطمن على سير الاجراءات. اللي هيتم ده هيكون عن طريق شركات خاصه، لسه لحد دلوقتي ما حددناش هتبقى منين بالظبط. والشركات الخاصه ديت هتبقى ما بتمارسش العمل الامني، ده هيبقى عدد محدود من الافراد هيبقى واقف عين اخرى زياده في الاطمئنان على الاجراءات ده. يعني احنا داخل المطار، وخليني احاول افهم بس بتفصيل اكتر، بندخل على ماستران اللي رايحه او ايروفلوت اللي رايحه على الكاونتر اللي رايح موسكو، هنا بقى في تواجد لشركات خاصه اخرى غير امن المطار؟ لا، مفيش على الكاونتر حاجه. ممكن احنا لسه ما حددناش اماكن بتاعتهم، ممكن تلاقي حد مثلا واقف ورا جهاز الاكس راي، يعني اللي بيشتغل على الاكس راي هتلاقي ممكن يكون في حد واقف بيطمن ان الناس كلها عدت على الاكس راي. فهمت ازاي؟ ممكن تساليني تقولي لي طب ايه الادد فاليو؟ طب احنا ترتيبنا ايه في الاودتس العالميه؟ طب هو الانجليز ما طلبوش الكلام ده ليه، ولا الالمان ولا غيره ولا الكلام ده كله؟ هرجع اقول لك تاني، كل واحد ادرى بتحدياته، كل واحد بيستخدم الحقوق اللي موجوده عنده، والتحديات بتاعه النهارده غير بكره غير بعده، واللي هتشوفيه بالد النهارده يمكن ما يبقاش بالد بعد بكره. طبعا عايز انوه بموضوع السياده، ده موضوع طبعا غير قابل للنقاش لان الحاجات دي لا تمس السياده. واحنا شفنا في مطارات كتير شركات طيران بتحط 17 18 واحد حوالين الطياره بتاعتها وهي طالعه داخل اوروبا. انا كنت بعمل لفتره طويله من عمري في احد الشركات العالميه الاوروبيه الكبيره، وكان عندي في احد الدول ضباط جوازات من الدوله بيبص على الباسبورات بتاعت الناس وبيقول ده يسافر وده ما يسافرش. فيعني الموضوع اللي زي ده موضوع يعني توافقي، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على اوبزرفرز، ملاحظ، وليس حد بيقف بايده بيعمل هذه الاجراءات. بيبقى الكلام اللي حضرتك قلته قبل الجمله دي مهم جدا، احنا ترتيبنا ايه في يعني لما بيجوا يعملوا علينا اوديت او كشف او في الجزء الامني او في تامين المطارات، احنا دلوقتي بقى ترتيبنا ايه بعد الاجراءات الكتيره اللي احنا اتخذناها؟ بصي، انا عايز اقول لك هنا حاجه يعني مفارقات غريبه شويه. لما انا جيت لقيت ان احنا بنتكلم على الاجراءات وحاجات زي كده، وعملنا مجهود كبير جدا وعملنا لجان قوميه لامن المطارات، وكنا بنشتغل كل الاجهزه كتيم واحد اشتغلوا معايا وحاجات زي كده. انما لقيت ان احنا قبل الكلام ده كله احنا من التوب 20 سكور الاوائل في تفتيشات الايكاو على مستوى العالم. وده مش وحش، ده كويس جدا. انت عارفه ازاي؟ فالقصه ان احنا، وانا يمكن انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، احنا اللي قعدنا نتكلم كتير قوي عن امن مطاراتنا اكتر من الموضوع يستاهل. لا، هو القصه كان فيها سقوط طائره، علشان كده كان في ابتدى الكلام عن امن المطار. هنرجع نقول تاني، طب هو فين العيب اللي في امن المطار اللي ادى لسقوط الطائره؟ هل هناك حتى الان احنا عارفين ان هو كان عيب في امن المطار؟ المطار ده كان اوديتد وكان عليه الاجراءات شغاله وخلافه. انا ما بقولش وما بحكمش على نتيجه اي نوع من انواع الحوادث او غيره، انا كل اللي بقوله
ان احنا اوقات من كتر ما بنتكلم على الموضوع، عشان كده انا حتى لما في ناس كتير بيسالوني عن امن المطارات قول يا جماعه الموضوع ده بقى ورا ظهرنا خلاص، لان النهارده لما تكون كل الدول دي بتسير رحلات لمطاراتنا بشكل امن والاف الرحلات اللي بتطلع والالاف الرحلات اللي جايه ان شاء الله، معناها ان احنا امن مطاراتنا زي اي دوله ثانيه، واللي بيسافر هو اللي بيقول وبيشوف. يعني الاثبات الحقيقي هو الرحلات اللي بتطلع وبتنزل في مطاراتنا. طب هذا بالنسبه للمطار الرئيسي اللي هو مطار القاهره الدولي، ماذا عن المطارات الفرعيه زي شرم الشيخ، الغردقه، الاقصر، برج العرب، ماذا عن هذه المطارات لانها مهمه جدا للسياحه؟ بصي المطارات احنا بنتكلم عن السياحه عن الروس يعني عن الطيران الروسي طبعا. لا الطيران الروسي هو يهمه كتير اكتر دلوقتي الغردقه وشرم الشيخ. طبعا الغردقه وشرم الشيخ احنا اتفقنا، وانا حتى نزلت الكلام ده في البيان الصحفي عملناه بعد ما رجعت بعد ما رجعت، ان ال هنلتقي تاني في الكلام كان كده في الربيع، وبعدين حاولنا نحدد ان هو بحد اقصى شهر ابريل ان احنا نلتقي ونتكلم في الخطوه الثانيه او نضع خارطه طريق لشرم والغردقه. ليه ما رجعتش ليه الخطوتين ما اتخذوش في نفس التوقيت سياده الوزير؟ بصي يعني في كلام اقدر اقوله وكلام ما اقدرش اقوله، انما خليني اقول حاجه واحده مهمه جدا، هو يجب ان نحترم ميكانيزم اتخاذ القرار في الدول المختلفه، لان كل دوله وعندها تحدياتها، كل دوله وهي بتفكر في تحدياتها المحليه والاقليميه وعلاقاتها السياسيه وتدخلاتها في دول اخرى وخلافه، ويجب ان نحترم هذا الموضوع، وحتى لما نتكلم فيه او نتحاور فيه احنا بنتبادل وجهات نظر انما بدون تشنج شويه. العلاقات بين مصر وروسيا زي ما انت عارفه لا تختزل في حاجه واحده ولا تختزل في طيران، ده موضوع متشعب، واوقات ان احنا بنعمل برضه بعض الكلام او الاكشنز او التصريحات اللي هي بتوري مثلا ان احنا مستعدين ان احنا يعني ننسى كل حاجه ونتكلم على حته صغيره. لا طبعا، بس هو خلينا نبص للموضوع على انه لونج تيرم، موضوع طويل المدى، علاقه استراتيجيه دائمه، وفي داخل العلاقات الاستراتيجيه دي زي ما بقول لك كده في اجريمنت وديسجريمنت، يعني انا بتربطني بالوزير النقل الروسي علاقه طيبه، انما اللي بنقعد على الترابيزه بنتوافق وبنختلف وفي الاخر بنطلع نتغدى مع بعض ونتبادل الهدايا ونسلم على بعض كويس جدا ونوصل بعض وبنمشي. هل متوقع انه هذه المفاوضات تطول، مفاوضات التشارتر انها تطول مثلا لما ترجعوا تتقابلوا في الربيع او في بعد اقصى في ابريل زي ما حضرتك قلت، متوقع ان دي مفاوضات يطول وقتها؟ بصي كل ده برضه ديبندنج على اوضاع عامه كتير. ما تنسيش ان روسيا فيها انتخابات على الابواب، وفي عندنا تحديات اقليميه موجوده في المنطقه، وعندنا كاس العالم موجود في روسيا، فالاتفاق اللي موجود وده كان في روح طيبه جدا ان احنا الاثنين عندنا رغبه ان احنا نعيد الطيران الشارتر للغردقه وشرم الشيخ، انما لن نسبق الاحداث، ويمكن في بعض الكلام اللي انا ما اقدرش اقوله عشان ما يبقاش لا اوفر بروميسنج ولا انا بحبط الناس، يعني خلي كل حاجه تيجي في وقتها كده وبهدوء، وان شاء الله كل حاجه هتمشي حسب يعني عايز اقول دي ما هو متاح من يعني قرارات ممكن اتخاذها في الوقت المناسب. انجلترا بقى وما يتعلق بالتشارترز ايضا، لان الطيران المنتظم موجود. بص انجلترا ما عادوش بيتكلموا في امن مطار شرم الشيخ، يعني ما هم بيشتغلوا الاقصر، بيشتغلوا القاهره، بيشتغلوا الغردقه، علاقتنا بيهم في مجال امن الطيران هايله، فاهمين بعض كويس جدا وفاهمين الميكانيزم اللي هم بيشتغلوا فيه. كنا في دعوه من عندهم لاحد المؤتمرات الاكسبوز الكبيره في مجال امن الطيران، والحقيقه استقبلنا استقبال كبير جدا، وانا التقيت بثلاث وزراء هناك. الموضوع من الناحيه الطيران الفنيه ما عادش هو ده اللي بنتكلم فيه، احنا بنتكلم على قرار يجب ان يتخذ على المستوى السياسي باعاده الطيران بشرم الشيخ. وده قرار سياسي في انجليزي يعني في انجلترا، يعني لانه ملوش دعوه بامن المطار والحاجات دي بقت ورانا، فيبقى اكيد طبعا هو محتاج القرار السياسي. حال المطارات بقى سياده الوزير، يعني بعيدا عن الجزء الامني، حال المطارات هل انت راضي عنها؟ يعني انا بسافر كتير طبعا حضرتك عارف، الحقيقه انه
حال المطارات محتاج نظرة، فيعني سواء المطار صلا 3 اللي هو بتاع مصر الطيران، أو حتى صلا 2 الجديدة، أو يعني كل جملة مطاراتنا محتاجة نظرة مختلفة، ألا تتفق معي؟ بصي أنا متفق معاكي في حاجات كتير، وعايز أقول لك مثلا هديك شوية أمثلة، بس أنا بحب نكون دقيقين شوية لما نيجي نقول الحالة فين بالظبط. يعني أنا حتى في بعض اللي كان الوفود الأجنبية لما كان يجي يتكلم معايا ويقول لي أنا أعبر عن قلقي من الموضوع الفلاني، أقول له أنت كده خسرتني. يقول لي ليه؟ أقول له أنا أعبر عن قلقك، ما أنا ممكن أكون أنا كمان قلقان، يعني فاهم إزاي؟ أنا عايز حاجات محددة لأن الموضوع متشعب. خلينا نبص ونشوف ما هو راجع لسلوكياتنا، وما هو راجع للبنية الأساسية، وما هو راجع لطقم الخدمات أو الناس اللي بتؤدي الخدمات في المطار. هتسأليني هل من يؤدي الخدمة في المطار على المستوى الأمثل؟ هقول لك في ناس كويسة جدا، وفي ناس زي أي قطاع من القطاعات اللي موجودة في مصر محتاجة تقويم، ومحتاجة على المدى القصير والطويل إن احنا نتعامل معها بشكل يرفع من المستوى. خليني أحطها بالشكل ده. لما نيجي نتكلم على سلوكياتنا، لا احنا في عندنا ناس سلوكياتها صعبة طبعا، ده حقيقي، واحنا كنا واضحين جدا مدام لميس، المطارات مش مصممة للحالة الأمنية اللي فيها حذر اللي موجودة عندنا. مفيش مطارات في العالم مصممة لهذا الموضوع، فاحنا واخدين إجراءات قد تظهر للناس إنها بتخلق نوع من أنواع عدم الـ يعني عايز أقول إيه، عدم الـ النظام، عدم السيولة. هو ده للأسف بالظبط كده، هو ده للأسف اللي احنا بنختار، وانا بقول بنختار 100% كلنا مع بعض ان احنا نعمله في الوقت الحالي، لان احنا عارفين احجام التحديات اللي موجودة عندنا، والامن والسلامة غاليين مؤلمين انما مهمين جدا ولا يتم الاستغناء عنه. دايما في الشغل بتاعنا في ما يسمى بالفاسيليتيشن والاجراءات، احنا دايما بنبقى ميالين لتسهيل اجراءات الركاب، انما لو تبصي جوه مصر بره مصر في مطارات حصل فيها انسيدنت معينه، هتبص تلاقيهم نسيوا الفاسيليتيشن وابتدوا يحطوا اجراءات زي الاجراءات بتاعتنا، ويمكن في بعض الاماكن اكتر لما زاد عندهم حجم الناس. فاحنا بالنسبه لنا الامن والتامين هو اهم حاجه، حتى ولو كان على حساب الفاسيليتيشن والفلو شويه. انا هقول لحضرتك نموذجين، وانا عارفه ان انا طولت على حضرتك، بس لا لا اتفضلي. اول نموذج هو العربيات اللي بتيجي تنزل الركاب، او عفوا تنزل المسافرين مثلا. هذه السيارات لا يتم تفتيشها باي شكل من الاشكال، يعني انت جاي ممكن تقف في الكمين بتاع اللي قبل المطار، وغالبا الكمين ده ما بيفتش، فانت بتعدي من الكمين تدخل المطار عادي جدا، مفيش اي نو سكيورتي واتس ايفر، وتعدي تقف. ده هنا واحد، ده عامل خطر. الجزء الثاني له علاقه بالناس بقى، الناس العاديه. احنا تقريبا المطار الوحيد اللي ما فيهوش اماكن انتظار للناس اللي مستنيه العائدين من السفر، فالناس بتقف في الشارع عند المغادره بقى، الناس بتقف في الشارع بمشهد بصراحه يعني غير متحضر وغير ادمي، واقفين بره البوابه كده، لا في كراسي ولا في اي حاجه، وده حضرتك بتسافر وعارف ان ده مش مشهد موجود في المطارات، فدول نموذجين مثلا يا فندم. طيب خلينا نقول على الاولاني، الاولاني طبعا انت عارفه ان مفيش تشيك بوينت بتفتش الناس، دايما احنا بنشتغل بنسبه، لان زي ما انت عارفه مفيش برضه امن مطلق، مفيش 100%، يعني مفيش مطار في العالم بياخد التفتيشات اللي بتعملها المنظمه الدوليه للطيران 100%، دي حاجه معروفه يعني. فانت بتعملي مجموعه من الاجراءات بيزد على عينات عشوائيه، وبيزد على الشك، وبيزد على انك انت بتشوفي الناس اللي موجوده، بتعملي بروفايلنج للناس. تمام، البروفايلنج اللي احنا بنعمله على مداخل المطار في الدائره الخارجيه يعتبر من اعلى البروفايلز او عمليات البروفايلنج اللي بتتعمل في المطارات، اتليست اللي انا شفتها. اوكي. ان نسبه كبيره جدا من العربيات بتتفتش، وتتفتش تفتيش كويس جدا، واي عربيات نقل مقفوله او حاجه شايله حموله بيتم الكشف عليها. لو تلاحظي على طريق صلاح سالم وعلى الطريق الخلفي للمطار، في انشاءات جديده بتتم على اليمين، دي بوابات الكترونيه للتفتيش. دي الحقيقه احنا بنجهز فيها بقالنا فتره وتكلفت ملايين. بنجهز البنيه الاساسيه بتاعتها. واللي اخرنا شويه الحقيقه كان في الجزء بتاع صلاح سالم، لقينا ان في كميه تمديدات مواسير و
كابلات في المنطقه اللي احنا هنحط فيها البوابات الكبيره دي، فاضطرينا ان احنا نعمل نقل واعاده توجيه لكل البنيه الاساسيه اللي كانت تحت الارض في هذا المكان. انما الخطه ودي مطلوبه اوريدي، يعني يمكن دفعنا فلوسها، هيكون في بوابات امنيه في المناطق. ده امتى متوقعينها امتى سياده الوزير؟ ده كان المفروض لو ما اتفاجئناش بالموضوع ده كان زمانها راكبه. يعني المفروض ان احنا بنقول على شهر مثلا مارس اللي جاي نكون مخلصين بعد النقل والقواعد الخرسانيه والحاجات دي. فدي بوابات الكترونيه بتعدي، يعني العربيه بتعدي من البوابه. من البوابه، تمام، ده كده فيري جود. في عندنا بقى في المراحل الثانيه والثالثه في يعني كل يوم في تكنولوجي جديده بتطلع، يعني خلي بالك مهم قوي الفكره دي، ان الموضوع ده يعني ليس له نهايه. احنا هنتننا دايما عينينا على الجديد، وهتلاقي نفسك كل شويه داخله في احلال وتبديل لاجهزه اكثر تطورا، افكار جديده بتظهر وهكذا. فالموضوع ده هيتن وشغال وهيستمر، لان التكنولوجيا عماله تتغير بشكل كبير. الجزء الثاني كنت بتكلمي عليه على الانتظار. بصي هنا انا هفرق برضو حاجتين، وانا على فكره انا مصري واصلي فلاحي، تمام؟ احنا بنودع بقلب جامد قوي وبيجي معانا بنودع ب 100 وبنستقبل بمليون. بالظبط كده. وخلي بالك دي عاده جميله جدا، انا ما اقدرش هنغير يعني دي بس المشكله صعبه. هنوقف الناس فين وهي بتطفي السيجاره في الحيط؟ ده بقى السلوك اللي كنت بتعامل مع الكرسي اللي انا موجود عليه. وخلي بالك هي في 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 او توقيت معين، انا مش عايز اقول التوقيت ده توقيت ايه علشان بس ما يعني فاهمه، في توقيت عوده المصريين من الخارج، خلونا نكون صراحه يعني. هو توقيت من اليوم، انت عارفه يعني هو توقيت من اليوم في طائرات معينه، فبنلاقي ان هذا يعني بيبقى احنا قدام، عايز اقول لك خيارين الاثنين صعبين. الخيار الاولاني هو خيار ان احنا امنيا وحفاظا على المكان، ولان المكان حجمه مش مصمم للعدد الكبير ده كله، فاحنا بنقول الانتظار يبقى بره. وفي نفس الوقت احنا مش راضيين عن المنظر اللي موجود بره، لان برضو احنا ما بنجيش نقف بالشكل اللي المفروض يتعمل. يعني هقول لك مطار دبي قبل ما يتفتح المطار الجديد، وانا كنت بتردد عليه كتير جدا، اللي يفتكر وهو خارج من المطار كنت بتلاقي حواليك يمين وشمال المكاتب بتاع تاجير العربيات، صح، وفي الاخر في سياج حديد كده والناس واقفه، جزء منهم جوه وجزء منهم واقف بقى في الشارع بقى. بس ده جوه المطار يا سياده الوزير، في كل المطارات، في بيروت، في 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 امريكا، في كل حته، ده جوه في لندن، ده جوه المطار ده يعني. انا بصي يعني في بعض المطارات لا هو مش جوه، واخد بالك ازاي؟ يعني في بعض المطارات هو بيكون بره، وقد بيكون كاكستنشن كمان للعدد بيكون بره. انما لو بنتكلم على مطارات فعلا في اوروبا وفي بعض المطارات الثانيه موجود، بس العدد اللي موجود طبعا عدد اقل كتير. انا فاهمه المراحل، يعني عارفه ازاي؟ فالمطارات مش متصممه لكده، مش معمول لها حسابها في التصميم بتاعها بالشكل ده. زي ما بنقول مسافه مثلا لو تلاحظي ما بين البوابات بتاعت التفتيش الاولانيه وما بين باب المطار نفسه، هتلاقي المسافه دي مش طويله. صح. فبتلاقي ان الناس لما بيكون في ضغط موجود الطابور طويل، ايوه انا عارفه الطابور بيوصل لحد الشارع. بالظبط. ومفيش عدد افراد شرطه مثلا في الشيفت ده يغطي ال 17 بوابه اللي موجودين، فتبص تلاقي الناس واقفه لبره شويه. ليه؟ لان المطار مش مصمم لهذا النوع من التفتيش نفسه اللي على في اول الخطوه. ايوه. هل في مطارات كتير في العالم هو تفتيش واحد فقط. بس هو خلاص كتير بقى في التفتيش الاولاني اللي قبل الكاونتر ده، بقى بقينا بنشوفه في مطارات كتيره الحقيقه يعني. ابتدوا دلوقتي يبقى في مطارات كتير جدا، وزي ما بقول لك هو احنا كان من السهل جدا مدام لميس ان احنا نقعد نقول ما نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، بس صدقوني الواحد لما قدام المسؤوليه والخيارات بتاعته بيشوفها يعني اوقات بيضطر ان هو يزود في الاجراءات شويه وغيره، لانه يعني العواقب ما بتبقاش مظبوطه. لا هو ما حدش بيشكو من الامن، لا طبعا ما حدش ممكن يشكو من الامن، لكن احنا وعلى فكره الاجانب بتدي فيدباك كويس. الاجنبي لو وقف ربع ساعه ما عندوش مشكله لانه بيقف، ما عندوش مشكله، بس لو عدى لقى الاجراءات الامنيه وحشه هو ده اللي عنده مشكله.
طيب وبرضو النظافة سيادة الوزير، معلش أنا آسفة أن أنا بقول لحضرتك كده، بس برضو النظافة والحمامات ويعني في تفاصيل كده بتخلي الواحد فخور بمطار بلده، أو الواحد بيبقى منزعج بعض الشيء. فيعني نرجو بس أنه أنا عارفة أنه سلوكيات البشر وكل ده، بس أكيد يعني أنا عارفة أن حضرتك ممكن يعني نظرة أخرى على المطارات وعلى يعني إحنا شغالين في الموضوع ده، ويمكن غيرنا شركات قبل كده، بس بنتفاجئ ان الشركات بتعين اللي قبلهم، يعني بتاخد الموظفين بتوع الشركه اللي قبليها في بعض الاماكن. طبعا يعني بنشوف حل للموضوع ده، وقد يكون يعني جذري شويه، وربنا يسهل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا السيد وزير الطيران، معلش طولنا عليك السيد شريف فتحي وزير الطيران، وكان عندنا خبر مهم طبعا اللي مصر كلها كانت بتتكلم عنه منذ يومين اول امبارح الحقيقه، وهو عوده الطيران المنتظم بين مصر وروسيا. هذه خطوه اولى لعوده الشارتر، السياحه منتظره تشارتر، ولكن هذه خطوه اولى. وزي ما قال الوزير الحقيقه ان القرار في جزء طبعا له علاقة بالظروف، بالسياسة، بانتخابات الروسية، بالأوضاع الإقليمية، فيعني نعتبرها خطوة أولى ونحن في انتظار الخطوة الثانية. واتكلمنا على أمن المطارات، بوابات إلكترونية جديدة ستكون في محيط المطار لتعبر عليها السيارات، اتكلمنا عن النظافة، اتكلمنا عن سيولة الحركة داخل المطار، يعني اتكلمنا في أمور كثيرة، وأنه هيكون هناك شركات خاصة بتعمل observation او بتعمل يعني زي ملاحظة تابعة لشركة الشركات الروسية، وده حق ليهم موجود في العالم كله بالنسبة لشركات الطيران بما لا يمس السيادة على ارض المطار. لما بنتكلم على السلوكيات، الوزير بيتكلم على السلوكيات واللي بيطفي سجارة في الكرسي اللي احنا دافعين فيه قد كده، او حتى في الارض، او بيوسخ مكان او ما الى ذلك. الحقيقة ان احنا يعني الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مقارنات او في ارقام تتعلق بحوادث السيارات او الحوادث على الطرق في النصف الاول من 2017، كشف ان العامل البشري يمثل او يتسبب في 78% فاصل 9 من 10، يعني حوالي 79% من حوادث السيارات. 79% من حوادث الطرق في مصر تعود للعامل البشري. خلينا نشوف الارقام عندنا بتقول ايه. النصف الاول عندنا الارقام قلت شوية، يعني في انخفاض، وان كان يعني هذا الانخفاض نسبته كبيرة لكن عدده مش كبير، ولسه ما زلنا من الدول اللي يعني معدلاتها مرتفعة في حوادث السيارات على الطرق. يعني النصف الاول من 2017 احنا عندنا حوادث على جميع الطرق 5836 حادثة، مقارنة ب 7101 في 2016، يعني انخفاض 17%. الوفيات انخفضت ايضا حوالي الربع 26%، بس بنتكلم على 1929، حوالي 2000 وفاة في النصف الاول، اول 6 اشهر فقط من 17 من هذا العام. اجمالي المصابين 7000، يعني برضو بانخفاض 18%. معدل الخطورة زي ما هو 1.6 متوفى لكل حادث، وهو ده نفس احنا ما زلنا من الدول عالية الخطورة في الحوادث. وزي ما قلت لكم العامل البشري، العامل البشري بيمثل، لكن لو كان معدل الخطورة، لكن معدل قسوة الحوادث هنلاقيه في المحافظات الحقيقة ايضا مرتفع، يعني بنتكلم في داخل المحافظات بقى معدل قسوة الحوادث 26 متوفي لكل 100 مصاب، وعلى الطرق السريعة 27 متوفي لكل 100 مصاب. يعني وده يعني ال داخل المحافظات الحوادث اكتر، يعني في الطرق الداخلية للمحافظات معدل الحوادث اكبر من الطرق السريعة.
وهنلاقي انه العنصر البشري زي ما قلت لكم 78%، الحركه المركبات او الحاله الفنيه للمركبه 13%، العنصر الخارجي بقى الجو الاناره كده دي 5% فقط. ومين الاكثر تسببا في الحوادث؟ كنا فاكرين ان المقطورات، لا، لقينا الملاكي. الملاكي هما الاكثر تسببا في الحوادث بنسبة 45%. القطارات عندنا برضو نسبتها او نسبتها 34% انخفاض عن العام الماضي. معي على الهاتف ست لواء سعيد طعيمه، رئيس لجنه النقل والمواصلات في مجلس النواب. مساء الخير سياده اللواء، يعني كيف قرات هذه الارقام اللي صادره حديثا، صادره النهارده الحقيقه من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء؟ مساء الخير يا مدام لميس. انا حب صح معلومه شويه، انا في الدوره دي عضو وليس رئيس اللجنه بتاعت المصلحه. طيب اهلا بيك يعني برضو كعضو وليس كرئيس للجنه، اهلا بيك. شكرا. معلش. لا طبعا، شكرا يا فندم. هي بس انا اقول لحضرتك حاجه، يمكن انا لسه جاي من لندن اول امبارح، كنت مؤتمر منظمه الصحه العالميه بتاع حوادث طرق، وحقيقي يعني كان في ودي اعرض شيء جديد في مصر، لكن احنا دلوقتي بنبني طرق جميله جدا، ولا تتخيلي كنا بنحلم في يوم من الايام يبقى عندنا طريق في مصر زي مثلا اسكندريه الصحراوي او السويس الصحراوي او خلافه. بقينا عندنا، لكن احنا بنبني مدام لميس طرق نفس الوقت بدون مراقبه ما تنفعش. انسى حياتك، ويمكن انا طلعت مع حياتك قبل كده كام حلقه قبل كده وقلت حياتك، احنا ما انسى بقى العسكري والضابط اللي واقف في الشارع وواقف في قطاع الطريق والكلام ده، كل ده معروف وما و و و و و و وما ينفعش النهارده في القرن النهارده اشتغل بالعسكري وبالضابط وبالرادار الثابت اللي موجود دلوقتي. كل ده ما عادش ينفع الوقت المدرسي. النهارده الناس بره مش ملتزمه عشان هم ملتزمين يا مدام لميس، احنا احسن شعب ملتزم، وبدليل لما بنطلع بره بنبقى ملتزمين. وبالعكس احنا هنا ما كنا اول ما طلع يمكن اشارات القاهره وحطوا فيها الكاميرات، رغم ان هي ما كانتش بتشتغل لكن كانت الناس بتخاف تلتزم. بره مفيش عسكري واقف في الشارع مدام لميس، مفيش عسكري واقف على الطريق، مفيش رادار على الطريق. بس سلوكيات الناس مختلفة. لا 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 لا، سلوكيات حلوة جدا. احنا هناك بننضبط، لان احنا عارفين ان القانون سيطبق علينا جميعا. لا لا، سلوكياتنا حلوة، انا ما هطبق عليك ازاي؟ لان في كاميرات موجودة على 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 مدار الطريق، هتجري انت حرة، هتبقى مجنونة. لكن النهاردة انا النهاردة لو انا بجري وعارف مكان الرادار فين، واخد حياتك، وعارف اماكنه فين، ما تمشي. احنا بننور لبعض عشان مكان الرادار. لا لا، وفي نفس الوقت انت بالليل ما عندكش رادار ليلي يا مدام لميس كمان. انت عندك رادار ليلي، لو عندك رادار في طريق ما ينفعش تحطيه في طريق ثاني، ما ينفعش. يعني احنا ما عندناش طرق. طب قانون المرور الجديد سياده اللواء، بص حياتك، انا يمكن كان ليا راي خلاف معظم الزملاء، وقلت انا مغير قانون المرور 4 مرات من 98 لغايه 2015. مغيره في 2000 في 98، وغيره في 2008، وغيره في 2014، وغيره في 2015. الاربع قوانين دول ما عملوش حاجه، يبقى لازم اشوف حاجه ثانيه. يا جماعه انا عندي حاجه غلط. ايه بقى الغلط؟ غيرت جزء منها، ما ينفعش. يبقى نبص في القانون بقى، انا الغلط عندي ان انا ما بشتغلش بالنظام. انا يعني أنا فكره تعيش. الكاميرات والمراقبه المستمره للطريق، ولا فكره لا لا، هي الكاميرات ومراقبه، بس الكاميرات المراقبه مش اللي موجوده النهارده. اللي موجوده النهارده ديت تعرقل حركه العمل. اللي موجوده في العالم كله ان هي الكاميرا بتخترق وتقول لك عندك مخالفه، ارتكبت مخالفه دلوقتي في الحته الفنيه ما بتكررهاش، وفي نفس الوقت المخالفة بتروح على النيابة مباشرة. واخد بالك؟ إنما النهاردة أما تيجي تقول لي أنا الرادار موجود دلوقتي في رادار على الطريق، ما تلاقيش. ما الواحد مننا بقى اللي هيشتغل بالتليفون واللي يشتغل
وياخد حارس زميله ولا حد محمد بيه وحسام بيه وكل ده اسماعيل بيه وكل دول. انا النهارده مش بمنصب الحالي، انا بمنصب السابق، لو مشيت فريق هيسحب مني رخصه، لكن انا لو خدت مخالفه بالكاميرا مش خلاص انتهت، سجلت ولو خدت مخالفه تقطم وسطي مش هكررها. انتهى يا مدام لميس. انا النهارده عندي 35 مليار او 40 مليار كل سنه قيمه التعويضات والتلفيات اللي موجوده. لو خدت كل سنه بصرف فوق ال 35 تانيين هبدا اشتغل. النهارده ما قالوا قانون، اديكي مثلا لازم تبداي. النهارده ما جينا نناقش قانون التامين الصحي. في بعض من الزملاء قال لك 15 سنه، لا 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 ما ينفعش 15. 15 سنة. أنا إمكانياتي كده، لكن طالما بدأت هنتهي. طالما بدأت يا مدام لميس هنتهي. أنا برضو أما مبدأ الناس في أي دولة عربية من الدول اللي حوالينا النهارده كل شغلها بالكاميرات يا مدام لميس، مش معنى أنا هبدأ زي التأمين الصحي. بيقول لك بيكلف. يعني خليني أقول لك بقى، حضرتك عارف طبعًا، أنت لسه أنت حضرتك كنت في الخدمة قريب يعني مش بعيد، والآن أنت في منصب رقابي. اكيد قلت نفس الكلام وعارف ان السلطه التنفيذيه بتقول ايه، بتقول بيكلف، ما عنديش الفلوس، ده عايز رقم كبير جدا، ليس لدي الاموال لذلك. احنا النهارده مدام لميس، انا النهارده ما جينا نعمل التامين الصحي، تعرفي التامين الصحي هيفرض على العربيات الملاكي فلوس عشان خاطر يسحب منها عشان خاطر عشان يلوي التامين الصحي. ايوه. وقال لك 15 سنه، ما ابدا من النهارده وانتهي 15 سنه يا مدام لميس. لكن انا لو قلت التامين الصحي لازم ينتهي في سنه، مش هنتهي بيه. طب انا لو انا قعدت هخليني نفس المشكله في ذيل الدول اللي بترتكب حوادث مرور. ده انا عندي حوادث المرور ولا ارهاب ولا اي حاجه ولا حتى وباء. انا عندي حوادث المرور بتموت الناس اكتر من الارهاب يعني. ما انا لا كتير جدا. النهارده انا لازم النهارده ابدا زي الناس. هتقول ما انا بقول لحضرتك انا عندي ما بين 35 و 40 مليار جنيه قيمه خسائر كل سنه. صح. خسائر بس سيبك من الارواح بقى. طب انا لو حطيت عليهم زيهم وبدات بطريق في الثاني في الثالث هنتهي. طب وحط خطه قدامي. هل وحضرتك لما كنت في منصب تنفيذي يعني ما كنت في المساعد لوزير الداخليه، هل بتتكلموا مع الوزير؟ هل بتتكلموا مع يعني اكيد قلت لهم الكلام ده؟ ده كان منح المنع يا مدام لميس. احنا لازم النهارده التراخيص نفسها تبدا وتنتهي بالكمبيوترات يا مدام لميس. انا النهارده انت بتطلعي بره، انت مش اقل من الناس بره، وخلي بال حياتك دي حاجات مش مكلفة. انت اللي مكلفة ان انت تروحي ترخصي عربية، تدوري على سمسار عشان ياخد منك 100 و200 جنيه عشان خاطر يرخص لك عربية. افرضي عليا 30 جنيه وخديهم مني كراجل متقدم للترخيص، واعملي لي سيستم ارخص بيه في اي مكان. لازم نبدا يا مدام لميس. مش هينفع الكلام ده، مش سيبك من قانون المرور ده هيخلص وينتهي وهولي سعادتك بعديها بشهرين وثلاثه، مفيش انتظام حكم. قانون المرور لا يطبق الا على الراجل المغفل او الراجل اللي هو غلبان فقط. لا المغفل يعني مش شايف قدامه الرادار والراجل عمال يعمل له الانوار وهو ماشي برضه، هو ده المغفل. صح. في نفس الوقت او الراجل غلبان اللي مش انما انا كسواسيه كل القوانين بتطبق على الكل. نعم. لكن لو حطيت كاميرات وحطيت الدنيا ومشيت الدنيا بكاميرات وبدات بيها زي ما هبدا التامين الصحي في 15 سنه، قبل 15 سنه هنتهي من كل الطرق. بشكرك سياده اللواء سعيد طعيمه، عضو لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب وطبعا مساعد وزير الداخليه الاسبق. السلوكيات يعني السلوكيات ومراقبه السلوكيات. السلوكيات في المطار، السلوكيات في الشارع، السلوكيات على الطريق وانت سايق، احنا ما بنعرفش نسوق. يعني الارقام اللي بنتكلم عليها وقسوه معدل قسوه الحوادث دي كارثه. احنا عندنا اكبر عدد من الناس بتموت يعني الحادثه عندنا مش بتعور، مش بتطلع ان الرفرف راح او المرايه طارت، لا انت بتطلع يا عالم طالع من العربيه ولا مش طالع. فيعني قسوه الحوادث عندنا كارثة كارثة
كارثية فعلا. احنا عندنا ستة، يعني لو في 100 مصاب ربعهم بيموتوا، ربعهم 26.7 بيموتوا من المية، ربعهم بيموتوا او اكتر شوية من ربعهم، خاصة داخل المحافظات. كل ده له علاقة اساسا بالسلوك. انت عايز تعدي ده، عايز تمشي بعكس الطريق، عايز ما تلتزمش بالاشارات، ما تلتزمش بالعلامات، كل ده عايز تعمل نفسك فريكيكو، عايز تعمل نفسك شاطر، وينتهي الامر بمقتلك او مقتل الاخرين. طب انت حر في نفسك، ذنبهم ايه الاخرين؟ امبارح كنا صورناها امام صيدليه الاسعاف في وسط البلد، والحقيقه انه الوضع كان صعب جدا، لكن نتمنى ان احنا نسمع خبر جيد من الدكتوره رشا زياده رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بوزاره الصحه. دكتوره رشا، ايه اخبار ازمه البنسلين؟ اهلا بحضرتك مدام لميس. اهلا بيكي. الحمد لله في تحسن كبير في توافر ادويه الانسولين، وده اللي هو التحقيق لما تم التخطيط ليه من خلال على مدار شهرين بنعمل على الموضوع ده. الحمد لله الانتاج المحلي حاليا مغطي عندي استهلاك 6 شهور، يعني انا عندي حاليا مخزون 6 اشهر. طيب بيفرج عنهم ازاي؟ عندنا 1,200,000 بيفرج من اول يوم الثلاثاء الماضي، 100,000 كل يوم، ده جدول افراجات التشغيلات يعني في المصنع، وعلى طول بيتم توزيعهم للشركه المصريه والشركه المتحده وشركه فرما فارسيس ابن سينا، كل الموزعين اللي هم معروفين للصيدليات بنقولهم بالاسم عشان كل الصيدليات تبقى عارفه انها تطلب من الشركات الموزعه. لحد امبارح كنا عاملين كوتا 3 فايل لكل الصيدليه، طبعا ده مش كافي. النهارده دخلنا اول ما طمنا على ال 200,000 تم ضخهم، دخلنا في 10 لكل صيدليه. باذن الله على الاسبوع اللي جاي انا هيكون صنف البنسلين ده زي اي صنف اي صيدليه تقدر تطلب الكميه اللي هي عايزاها. الاسبوع الجاي امتى؟ يعني احنا النهارده الحد. احنا من النهارده موجود للصيدليات كلها 10 فايل لكل صيدليه. 10 عبوات لكل صيدليه، لكن الاسبوع اللي جاي خلاص انا مش هكون عندي. ليه بقى الاسبوع اللي جاي؟ لان هيكون بعد يوم 20 ديسمبر هيفرج عن 1,200,000 الاخرين. ثم ان شاء الله في 30 ديسمبر هيدخل 800,000 فايل استكمال المليون اللي كان تم الموافقه الاستيراديه اللي صدرت بشانه في شهر اكتوبر. بالتالي يبقى انا عندي لحد يوم 30 ديسمبر هيدخل في السوق 3,300,000، يكفوني دول قد ايه؟ انت من نفسي يكفوني 6 شهور. يعني حضرتك بتقولي لي ان صيدليات مصر كلها فيها بنسلين دلوقتي؟ صيدليات مصر كلها صدر لها 3 فايل بنسلين كوتا من امبارح. بكره كله هيصدر ليها 10 بنسلين وكوتا، كوتا دي معناها ان هو كوتا. يبقى محافظ عليها طبعا، يبقى محافظ عليها، مش يعني مش بيبقى مش بيدي عبوه واثنين هذا الامر. انا بقى المفروض بخطط ان الاسبوع اللي جاي نشيل خالص ما يسمى بالكوتا. كوتا ده يعني ايه يا دكتوره؟ يعني كمية محددة لكل صيدلية. ده اللي هم 10 عبوات صح؟ بالظبط كده. طيب. يعني أنا عايزة يعني نراجع مع بعض التوفر بإذن الله يوم عن يوم. تحسن ده يا ريت، لأنه إحنا إمبارح دي صور إمبارح الحقيقة، وكانت إمبارح ولا أول إمبارح يا جماعة؟ صور إمبارح. فصور امبارح كانت مزعجه جدا، واحنا كنا عارفين تاريخ يوم 20، لكن صور امبارح كانت مقلقه بالنسبه لنا، الطوابير وكل واحد بياخد واحده بس، وانت عارفه ده فيه اطفال كتير بتعالج بالبنسلين. الحقيقه عن طريق برنامج حضرتك هي التنويه مهم قوي، انه خلاص هنقدر ان احنا نتحرك بقى من صيدليات الشركه المصريه اللي هي الشركه الحكوميه الى باقي الصيدليات العامه اللي احنا بنتعامل عليها كلها، فده هيقلل اصلا الضغط على الصيدليات، وهنتابع مع بعض ان شاء الله. لحد كمان احنا بننشر مفتشين من التوزيع للصيدليات العامه عشان يعني الناس دلوقتي تروح الاجزخانات العاديه دكتوره، ولا تروح برضو صيدليات الشركه المصريه؟ لا تروح صيدليات العاديه في حاله عدم التوافر، على طول بتتصل علينا الخط الساخن لبس ما بيردش منطقه الخلل، يعني بس عايز اقول لك يعني حالا ما بيردش. نعمل على الهواء يعني عملوا مليون تيست الشباب والله ما بيرد. طيب خلينا نعلن رقمه تاني
وانا هعالج يعني ضعف الرد ده يكون محتاجه يعني من عدد الخطوط اللي عندنا. بس احنا نعلن الخطوه دي عند حضرتك لان طبعا برنامج مساعدته يعني استفدنا ان احنا عدد كبير يعرف رقم 25 35 405 25 35 450 150 اوكي. جربوه يا شباب والنبي عشان احنا المره فاتت كلمناه وما ردش. طيب بشكرك دكتوره رشا زياده رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بوزاره الصحه. احنا نتابع معاكم ازمه البنسلين اللي نتمنى انها تتحل ونتمنى ان احنا لا نتعرض لمثل هذه الازمات. ما احنا لو عندنا فوركاست لو عندنا توقع لو عندنا يعني ادارات بتتوقع الازمات هيحصل فيها ايه وايه اللي هينقص هنا فنلحق نشتغل وبدل ما احنا عايشين دايما في رد الفعل بلد رد الفعل. نخرج فاصل بقى ونبدا فقراتنا وبعد الفاصل شباب رايز اب رايز اب ورياده الاعمال هيكونوا معانا بعد الفاصل. البلد وبالتحديد في الحرم اليوناني والجامعة الأمريكية اتنظم مؤتمر رايز اب سامت على مدار 3 أيام لربط رواد الأعمال بالمستثمرين. المؤتمر ده الهدف الرئيسي منه ان هو بيجمع كل المجتمع بتاع رياده الاعمال ده في مكان واحد. ناس كتيره مختلفين حابين يتعرفوا عن بعض حابين يشتغلوا. رواد الاعمال والمستثمرين والاعلام والجهات الحكوميه مع بعض في مكان واحد حوالين هدف مشترك اللي هو تنمية ريادة الأعمال. استراتيجيات التقارب وعرض احتياجات وطرق جذب المستثمرين من أهم المحاور اللي تم مناقشتها في القمة واللي شارك فيها أكثر من 5000 شخص و150 متحدث من كل أنحاء العالم. The startups that we see here, especially in Egypt, can have a global audience. There's so much energy from the entrepreneurs. There's so much stuff happening. It's just a vibrant startup community. I'm very very impressed. قمة ريادة الأعمال شباك جديد قدر يطل بيه كل صاحب حلم على وسائل مختلفة مش بس بتساند الأفكار وإنما كمان بتدعم بقوة تنمية الاقتصاد وتوفير الوظائف. الاقتصاد في الدنيا كلها أكتر عدد بيعين موظفين بيكون شركات صغيرة ومتوسطة مش الشركات الكبرى. The technology, the tools, and then you get the funding, you put it together, the magic happens, you create companies, you create jobs, you create services that people want. الناس كتير جدا عندها افكار مش عارفه توصل وبعض كتير من المستثمرين بديفرنت سايز سمول تو ميديوم او لارج صغيرين او كبار عندهم الباور بتاعت الفاينانس ومش عارفين يوصلوا للايدياز. ساحه كل ركن فيها في قصص نجاح في اكبر قمه لرواد الاعمال في مصر والشرق الاوسط قدرت للمره الخامسه على التوالي انها تجمع كل فرصه ممكن تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمع والفكره. ساره شلبي من العاصمه. جوجل وياهو وفيسبوك وحاجات كتيرة جدا شركات كتيرة جدا ابتدت في أوضة ابتدت حلم صغير واحنا هنا في البرنامج ده نفسنا ان شركات مصرية كثيرة عندها نفس الأحلام او أحلام مشابهة تكبر وتبقى بهذا الحجم مش لازم الحجم المالتي ناشونال ده ولكن بحجم كبير. الامل في الاقتصاد هو في الشركات الصغيره والمتوسطه وده اللي احنا بندعمه في هنا العاصمه وطبعا من خلال هنا الشباب. رايز اب منصه مهمه جدا مؤتمر بيدعم كل الستارت ابس او الشركات الصغيره والمتوسطه وبيجمعهم في الجريك كامبس في 3 ايام. هنعرف بقى من مؤسسي رايز اب ايه اللي حصل السنه دي في هذه الايام المهمه اللي هي مهمه بالنسبه لشباب كتير جدا عندهم شركات منها لسه صغير ومنها كانت صغيره وكبرت. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي داليا قمر مديره رايز اب، هنا زغلول مديره المحتوى في رايز اب، وعبد الحميد شراره مدير التنفيذي لرايز اب. عبد الحميد ابتدي بيك،
انت صح يعني انت اللي ابتديت الفكره مش كده؟ كانت ايه 2011؟ كان 2013 وكان معايا شريكي 13 بالظبط. بس 13 ده كنا خلاص بطلنا الاحداث بقى اللي هي هو احنا بدانا في المرحله الانتقاليه ما بين الاثنين، وكان في ظروف صعبه جدا، كان صعب قوي ان احنا ننظم مؤتمر زي ده، بس الحمد لله عشان زي ما حضرتك قلتي الموضوع كله شباب، فالناس قدرت انها تقبل على المؤتمر وحضر اكتر من 2000 واحد في اول مؤتمر في 2013. ايه الفرق بين اول مؤتمر واخر مؤتمر؟ اخر مؤتمر كان بسبب داليا وهنا والفريق، كان اكتر مؤتمر منظم، وهم هيحكوا حضرتك اكتر على ايه الحاجات المختلفه جدا فيه. المؤتمر الاولاني كان عفوي جدا، كانت لسه فكره وما كناش متاكدين اصلا ان ده حاجه ممكن تحصل في مصر او في الشرق الاوسط، والاول مره كان حلم بيتحول لحاجه حقيقيه، فكان مقبول فيه ان يحصل فيه حاجات غلطات او مشاكل الحاجات دي كلها، بس كان ليه طعم برضو انه حاجه اول مره تحصل البدايه بالظبط. ايه اللي خلاك تفكر في حاجه زي كده؟ ده احنا كنا في طالعين من ثوره ما كانش حد بيفكر في موضوع رياده الاعمال ده، الناس كانت بتضرب بعض في الشوارع، او عندك محمد محمود جنب الجريك كامبس، يعني يعني انتوا اخترتوا كمان الجريك كامبس اللي هو كان جنبيه كل الاحداث والغاز والحاجات دي، ودخلتوا في ثورة أخرى يعني لا علاقة بالبناء. احنا في 2011 ابتدى في طاقة قوية جدا عند الشباب انها تبدأ مشاريع. اللي حصل في 2013 كان في زي نيجاتيفيتي في معينة بسبب ان ما كانش في لسه رؤية واضحة وهكذا، فاحنا كان عندنا احساس انه لازم نقدم بوزيتيف اكزامبل او نقدم نماذج ايجابيه في وقت لسه ما كانش فيه وضوح خالص احنا رايحين فين. فقررنا احنا نبعد خالص بقى عن سكه مالناش دعوه بالسياسه واللي بيحصل الحاجات دي كلها، ونعمل اللي احنا عايزين نعمله كمنصه لرواد الاعمال والشباب، والحمد لله الشباب اقبلوا عليها. داليا ايه السنه دي المؤتمر او بتسموه ايه مؤتمر قمه حضرها، قولي حاجات عنها، حضرها كم حد، ايه اهم الشركات، ايه اللي حصل؟ السنه دي كانت خامس سنه نعمل القمه، فحبينا ان احنا نطور قوي من الايفنت نفسه. السنه دي جالنا اكتر من 5000 شخص، منهم رواد اعمال ومستثمرين وناس بتشتغل في شركات كبيره، ناس من جميع انحاء العالم، جالنا اكتر من 42 بلد. كان الناس كلها عندها هدف اشتراكي ان ازاي احنا ممكن نحسن التجربه الانسانيه، او ازاي احنا ممكن الشركات الناشئه دي هي اللي بتحسن حياتنا كل يوم، عشان هم اللي بيحلوا مشاكل. السنه دي ما كناش متخيلين خالص كميه الناس دي هتيجي، وبال يعني الانرجي دي او الطاقه دي. السنه دي كانت اكتر سنه جالنا شركات ناشئه بتشترك معانا، كان عندنا اكتر من 150 شركه بتعرض المنتجات بتاعتها، اكتر من 50 شركه بتتحدث عن الافكار بتاعتهم في المسابقه بتاعتنا، عندنا اكتر من 250 متحدث، ونشأنا برنامج جديد اسمه الهيبوز بروجرام او برنامج الهيبوز، واخترنا فيه اكتر او اكبر شركات ناشئه في الشرق الاوسط، وده يعني اخترناهم مع اشتراك وجم بالظبط. زي مين؟ جالنا 20 شركه من دبي وبيروت وعمان ورياض ومن القاهره، زي انغامي وفاتشر، زي لوكسري كلوزت وليوا وخربيش وبي تابز وفانتس والفز، يعني دول الاسامي اللي بنقرا عنهم. هم كلهم مع بعض جالهم استثمار اكتر من 150 مليون دولار، والارقام دي يعني ما بتطلعش من الشرق الاوسط قوي، فاللي احنا عرفنا نجيبهم كلهم اللي هم يتكلموا عن خبرتهم، ازاي هم حققوا النجاح ده، ازاي كبروا، ازاي هم عاوزين يكبروا. فالسنه دي كانت حاجه تفرح قوي، عشان بجد حسينا ان كلنا عندنا نفس الهدف، وكل الناس حابه تغير وتحسن. هنا مين كان السبيكرز اللي كلموا الشباب غير الشركات اللي هي الستارت ابس اللي حول العالم او حول المنطقه؟ يعني زي ما شفنا في فيديو كان في يعني من مصر ومن الشرق الاوسط ومن حول العالم، كان في مثلا المهندس نجيب سويرس جاي يتكلم عن يعني دوره، عن شركته، عن يعني مشوار نجاحه، وكان عندنا برضو مثلا هند صبري جت تتكلم عن اهميه الاستثمار في الشركات بتاعت الابداع، ومثلا كان عندنا برضو مدثر شيخه اللي هو المدير التنفيذي لشركه كريم،
كان عندنا عارف نقفي، هو يعني مؤسس شركة صندوق أبراج. وهم كلهم جم يتكلموا عن تجربتهم، وجم برضو في نفس الوقت يتكلموا عن يعني أهمية ريادة الأعمال، وإزاي الواحد يبتدي، وإزاي الواحد يعني يفكر في فكرته، وإزاي فعلا ينشئها. واحنا كان عندنا 176 موضوع مختلف اتناقشنا فيه. كان عندنا 250 متحدث، اتكلمنا في 176 موضوع مختلف. 250 متحدث؟ 250 متحدث في 3 ايام. كل واحد بيتكلم قد ايه؟ لا احنا كان عندنا 3 ستيجز شغالين طول الوقت. بارلل عشان كان عندنا 3 محاور، والثلاث محاور هم الاقتصاد الابداعي ورأس المال اللي احنا بنبص عليه ان هو مش بس استثمار بس هو كمان فريق العمل، وعندنا التكنولوجيا. حاسس ان الدولة ابتدت تهتم بموضوع ريادة الاعمال ده؟ يعني بنسمع الرئيس مثلا بيتكلم عليه في مؤتمر في احد اجتماعاته الاخيرة. حاسس ان في اهتمام بموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ اولا في فرق شوية ما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والستارت ابس. اشرح لنا بقى ايه الفرق. الشركات الناشئة النهاردة، الشركات الناشئة وده اللي احنا اكتر معنيين بيها، الشركات سريعة النمو اللي بقى الابتكار جزء اساسي في الفكر بتاعها. فسواء كان ان هي بتستخدم تكنولوجي او لا، بس دايما بيفكروا بطريقة مختلفة، دايما بيحاولوا يكبروا بسرعة جدا، عشان كده بتجذب استثمارات اللي هو بيسموها الفنتشر كابيتال فاندنج او اللي هو استثمار المخاطر، مش لازم الاستثمار البنكي القروض. الشركات الصغيره والمتوسطه بتبقى اسهل شويه وابطا شويه، وبتحتاج بنوك تمولها، وعندها اسيتس او عندها حاجات تقدر ان هي تاخد تستلف عليها فلوس. فاحنا مركزين اكتر في الستارت ابس، ودي دايما اللي بتحل المشاكل اللي المجتمع بيواجهها، ودايما الحكومه لوحدها اي حته في العالم ما بتقدرش تحل المشاكل دي، سواء في المواصلات او في الطاقه او في حاجات زي الصحه والتعليم وهكذا. فده اللي احنا مهتمين بيه. العالم كله حاليا النهارده اتجه في اتجاه رياده الاعمال للشركات دي، فبسبب انه من 20 سنه سيليكون فالي في امريكا هي اللي عملت القفزه الكبيره جدا في الاقتصاد الامريكي، فالعالم كله ابتدى يلتفت لكده. النهارده في مصر بسبب المرحله الاقتصاديه اللي احنا فيها، بقى لابد ان لازم اي حكومه موجوده تركز في حاجه زي كده. ولقينا اكتر الموجود انه في ابتدى يبقى في صناديق وبرامج في بعض الوزارات مهتمه جدا بالمجال ده، وابتدوا يكلمونا وبيسالونا انتوا بتعملوا ايه. فاحنا لسه بنحاول نشتغل معاهم اكتر واكتر. السنه دي اكتر يمكن حاجه عملنا معاها كان اسمهم ايجيبت فنتشرز، تابعين لوزاره الاستثمار والتعاون الدولي، واشتغلنا مع وزاره الاتصالات ووزاره التجاره والصناعه في احد البرامج اللي فيهم، ووزاره التخطيط. فدول فيهم زي برامج معينه مختصه بالمجال ده، لسه بادئين طبعا، فلسه مش عارفين الموضوع رايح فين، بس ابتدوا ان هم يشتغلوا معانا اكتر. طب نسمع ما قاله الرئيس في منتدى افريقيا بشرم الشيخ عن رياده الاعمال، ويعني ده مؤشر ان الدوله ابتدت تهتم بعض الشيء بالستارت ابس ورياده الاعمال. ان الاقتصادات المتقدمه والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب لما لهم من مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي، حيث نشاهد كيف أن مجموعة من رواد الأعمال الشباب يقومون ببناء وتنمية شركات تصبح في وقت وجيز شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول، حيث قمنا بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات أهمها. أولا، تحفيز زيادة الأعمال من خلال التركيز على التعليم والبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم لإكساب الطلاب القدرة على الإبداع والابتكار. ثانيا، تقديم التمويل وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال والمستثمرين الشباب وخلق بيئة أعمال تمكنهم من بناء شركات سريعة النمو، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ثالثا، تحسين البيئة التشريعية وتقديم الدعم المؤسسي، حيث نص قانون الاستثمار الجديد لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ما سبق، تم كذلك تأسيس مراكز خدمات رواد الأعمال في كافة محافظات مصر بهدف مساعدة الشركات الناشئة من خلال تقديم خدمات تأسيس الشركات وغيرها من الخدمات الحكومية. انتوا كنتوا موجودين في المؤتمر ده، دعيتم لحضور هذا المؤتمر،
طبعا الرئيس هنا بيتكلم على شركات كبرى اللي هي يعني نمت فاصبحت توازي دخلها يوازي جي دي بي بتاع دول او ناتج محلي بتاع دول. هل انتم متخيلين ان ده ممكن يحصل عندنا هنا في مصر؟ طبعا يعني بنتكلم في زي فيسبوك وياهو وجوجل وغيره. احنا شايفين طبعا ده ممكن يحصل في مصر وبالذات الشرق الاوسط. يعني شفنا في السنه دي ارقام كبيره قوي طلعت، زي مثلا سوق جالها استثمار كبير من امازون وعملوا اكزيت، عندنا كريم ودلوقتي بقوا يعني قيمتهم اكتر من مليار دولار. دول كلهم بداوا شركات ستارت ابس يعني بس زي ما قال فوري الفكره فوري زي ما هي فكره قائمه بالزبط. يعني هي شركة قائمة على فكرة بالزبط. او يعني مشروع قائم على فكرة فيها ديفلوبمنت بالظبط. هي الموضوع بيبتدي بفكرة والفكرة تتحول لفريق والفريق بياخد الفكرة دي حيز التنفيذ، وبعدين بيبتدي بعد ما ينفذ الموضوع يدور على كاستمرز او ناس تشتري، وبعدين يبتدي يكبر الموضوع. فلما عايز يكبر الشركة بتاعته اللي هي كانت فكرة دي بيروح لمستثمر، المستثمر ده بيقدر ياخده للمرحلة التانية زي ما داليا بتقول بالظبط. يعني ده كان الهدف او الفكرة يعني اللي احنا اسسنا البرنامج اللي هو اسمه هيبوز، ولا احنا سميناه هاي بوتنشال ستارت ابس. ودول بالظبط هو بقى هيبوز شكله لطيف. فاحنا يعني عملنا البرنامج ده عشان نوري بجد او نعزم الشركات اللي هي فعلا هتجيب الاستثمار او يكون حجمهم بالشكل ده. وشايفين ان كلهم عندهم الامكانيه ان يكونوا فيسبوك او جوجل او اوبر، فعشان كده احنا حبينا ان هم يجوا يتكلموا عن النجاح عشان يقولوا القصه الحقيقيه في الشرق الاوسط. لكن هل الدوله فعلا بتساعد الستارت ابس ولا يعني دايما نسمع عن تحديات ومشكلات وعقبات؟ هل انتم شايفين مثلا انه مبادره البنك المركزي او اللي بيحصل يعني هل الدوله بتساعد فعلا بتفتح الابواب ولا الدنيا لسه صعبه؟ النهارده حضرتك لو بصيت على الخمس سنين اللي فاتوا الستارت اب ايكو سيستم نفسه اصلا احنا كشركات ناشئه والمجتمع بتاع رياده الاعمال نفسه اصلا لسه بيتعلم عن الموضوع ده. فاحنا ما نقدرش اصلا نقول على نفسنا كمجتمع رياده الاعمال ان احنا وصلنا للمرحله اللي احنا نقدر نقيم فيها فعلا هل احنا في افضل صوره ولا لا. فده جزء. الجزء الثاني اللي عشان مصر تبقى مكان بيجذب الاستثمارات وان الشركات دي تبقى بتنجح في مصر، في جزء كبير جدا هو اهم جزء هو الجزء التشريعي. انا درست قانون ومعظم القوانين اللي احنا بنتعامل بيها النهارده في الشركات قديمه شويه، وانا عارف ان قانون الاستثمار الجديد لسه بيطلع والحاجات دي كلها، بس محتاجين نبص على القوانين اللي بتمس الاستثمار في الشركات الناشئه دي بالذات هيبقى عامله ازاي بره وفي كل حته في العالم، وندرسها ونبتدي نتروديوس الحاجات دي او نقدمها للشركات. فاول جزء في دور الدوله هو الجزء التشريعي اللي بيختلف بقى من وزارات او مجلس شعب وهكذا. الجزء الثاني وده مهم جدا هو البنيه التحتيه، لانه احنا في اللي حضرتك سالتي الشركات دي اكبر متطلباتها ايه؟ هيقول لك انترنت سريع. احنا عايزين عندنا في المكتب بتاع الانترنت سريع نقدر ان احنا نستخدم بيه عشان نقدر ننزل انفورميشن وديتا والحاجات دي كلها، ومحتاجين انفراستراكشر كويس. فاحنا النهارده دول الركيزتين الاساسيتين اللي احنا بنطالب بيهم الحكومه ان هم يكونوا مركزين جدا معانا فيهم. وبنعمل حاجه اسمها الستارت اب مانيفيستو كمجتمع لرياده الاعمال النهارده، هنرجع احنا بنقول لهم طب بعد ما درسنا المجتمع ده محتاج ايه؟ هي دي الحاجات 1 2 3 4 5. ده اظن ان دي تبقى حاجه هايله مطلوبه جدا عشان بعد كده لحضرتك واي حد عايز يسال احنا كمجتمع هل عملنا دورنا في ان احنا ورينا التحديات بتاعتنا فعليا ايه وعملنا سجستشنز هل للحكومه تقدر ان هي تساعد ولا لا، هتبقى موجوده. هنا بيجي مستثمرين في القمه علشان مثلا يتبنوا مشروعات او يستثمروا، قرروا ان هم يستثمروا في مشروعات فيكبروها من الحاجات الموجوده؟ يعني هو دلوقتي الشرق الاوسط ابتدى يجذب انتباه المستثمرين اللي في الخارج قوي، وبالذات في الخمس ست سنين اللي فاتوا ابتدى اصلا يطلع صناديق من الشرق الاوسط ومن مصر، عددهم قاعد بيزيد كل سنه. وهم بيجوا بقى مثلا في رايز اب او عامه عشان يشوفوا زي كل شركات مره واحده ويعرفوا فعلا يقيموا هم ممكن يحطوا فلوسهم في مين. وحلاوه الشركات او الناشئه او دلوقتي ان التكنولوجيا مخليه العالم كله قريب قوي كده، هي ان هو ممكن مستثمر يكون في امريكا بس هو استثماره هنا في مصر او في الشرق الاوسط،
والحاجه اللي كمان كويسه قوي في رياده الاعمال هي ان رائد الاعمال ده حد بيبقى بيحل مشكله وشرق الاوسط فيه حاجات كتيره قوي ممكن تتحل فهم عشان كده بيبصوا عندنا مشاكل كتيره اساسا بالظبط يعني مشاكل فرص مش المشكله فرصه هو ده الفكره اللي بيفكروا دايما فيها الستارت ابس ان المشكله بالزبط. عندك فرصه بالزبط. طيب طبعا رايز اب كانوا من الشركاء الاساسيين معانا في الموسم الاول من هنا الشباب خلونا نسمع بعض يعني الشهادات من بعض المشاركين معانا في الموسم الاول وقالوا ايه عن البرنامج وعن رايز اب اهلا بيكم انا احمد ابو الحظ المدير التنفيذي لشركه شيطلان كانت حصلت على المركز الاول في مسابقه هنا الشباب سيزون 1 انا عاير عريف من بكره انا مروه جايب من بكره احنا كنا في سيزون 1 في هنا الشباب الناس اللي عرفتنا من خلال هنا الشباب بطريقه جديده في كاستمرز جولنا من خلال هنا الشباب كنا بنسالهم عرفتونا منين من اتفرجنا عليكم على هنا الشباب لقينا انفستمنت الحمد لله بعد ما كنا بندور عليه فتره طويله هنتحسب على الانفستمنت عليها كمان احنا عدد الزيارات بتاعتنا على الموقع كانت تقريبا 25000 وصلت دلوقتي تقريبا 10 اضعاف بعد هنا الشباب بقى 250000 بقينا رقم واحد في الشرق الاوسط شمال افريقيا في الشهر بالظبط كده هنا الشباب فرقت في كل في حياه كل ستارت ابس قدمت عدد الكلاينت زاد بشكل كبير جدا من ساعه هنا الشباب عدد الدكاتره الانفستورز المستثمرين لما شافوا هنا الشباب وبداوا يقتنعوا بالشركه بشكل اكبر وبداوا يجوينوا شيطلان في بيبل كتير جدا كلمونا سبيشالي اون ذا سوشيال ميديا شانلز فيسبوك انستجرام كل الناس وصلوا من كل حته عشان الاكسبوجر بتاع سي بي سي از اوسم الحمد لله ناس كتير عرفتنا من خلال البرنامج وجالنا شغل كتير وكلاينتس كتيره ودي كانت حاجه كويسه جدا فلما شافوني بقى على هنا الشباب والسي بي سي وكده ايه ده انت طلعت مهم بقى وبتفيد الناس وبتعمل حاجه فعلا مفيده فتفكيرهم اتغير شويه يمكن دي من الحاجات اللي اثرت عليا كباليس في البيت برضه اقتنعوا الحمد لله ان انا شغال ان في حاجه اسمها ستارت اب اساسا اتس ا فيري جود اوبورتيونيتي يو جيت لينك وذ ذيس بيبل ويتش ار اوسم وكل ده بالعربي عشان مش هيخلوكوا تتكلموا اي كلمه بالانجلش بشجعكم وبحمسكم ان انتوا تدخلوا سيزون 2 كل حد عنده ستارت اب او مهتم برياده الاعمال يبقى لازم تقدم في المسابقه بتاعت هنا الشباب على سي بي سي في هنا العاصمه وعندهم اكل كتير قوي ورا باك ستيج وحاجات حلوه جدا يعني ولا بضحك عليهم عشان جود لك جود لك والله افتقدت انا مفتقده هنا الشباب كنتوا اكيد يعني بتتابعوا البرنامج لانكم كنتوا يعني بتشاركوا معانا في مراحل كتيره شفتوا ان هو كان مهم في التوقيت ده انه يدعم الانتربرينورشيب ويدعم الستارت ابس يعني برنامج زي هنا الشباب عشان اصلا يكون موجود ده حاجه مهمه قوي في مجتمعنا احنا على طول بنحاول نشتغل مع الاعلام عشان نطور ونعرف ازاي يعني نخلي الشركات دي تظهر فكان حاجه مهمه قوي يكون عندهم الفرصه اللي يتكلموا لمصر وللشرق الاوسط وللعالم عن افكارهم كتير منهم بعدين جولنا وقالوا لنا ازاي دي حاجه مهمه وعاوزين سيزون 2 سيزون 3 تاني ان شاء الله يعني ربنا يسهل طب انا معايا احد اصعب او اصعب المحكمين اللي كانوا معانا في سيزون 1 دكتور خالد اسماعيل مؤسس شركه اتش اي ام انجل انا مش عارفه انت بتنقي الاسامي الصعبه دي ليه يا دكتور ما تقوم تلاقيه اسم سهل اعرف اقوله مساء الخير الاول مساء النور ازاي وحشتني جدا وانت كمان والله عايزين نبتدي بقى يلا يلا انا جاهزه اهو محضره الجينز والسنيكرز بتاعتي والقلم وكل حاجه والشر بسلم على عبد الحميد والتيم بتاع رايزه في الجميل وعملوا يعني ايفنت هايل السنه دي يعني اهلا يا دكتور قول لي اولا طبعا لازم ابارك لك على جائزه جوسي للسلام اللي حصلت عليها من الفلبين لدورك البارز في دعم رياده الاعمال ايه الجائزه دي بالظبط يا دكتور هي جائزه يعني عالميه بتعطى لناس في مجالات مختلفه فنيه وعلميه اللي بتقود بيها الى السلام يعني زي جائزه نوبل بس مش في مجالات مختلفه كلها حاجات بتقود للسلام ففي الحالة بتاعتي كان الحاجات اللي بتعملها في مساعدة الشباب وازاي ينموا أعمالهم وازاي يديهم فرصة كويسة للمستقبل بتاعهم
يعتبروا ده طريقه غير مباشره ل يعني ل للسلام لانتشار السلام في العالم، وبذلك كرموني الحمد لله السنه دي، وكانت اول مصري ياخد هذه الجائزه السنه دي. يعني الف مبروك. هل احنا على الطريق السليم؟ انت شايف ان البلد بتدعم فعلا رواد الاعمال ورياده الاعمال؟ هل شايف ان احنا فعلا ابتدى يبقى فيه الاويرنس ده، ابتدى يبقى فيه ان الناس تبقى فاهمه يعني ايه رياده اعمال وتدعم ده، ولا احنا محتاجين جهد اكبر من الدوله؟ والله لسه محتاجين طبعا جهد، ما حدش يقدر يقول ان المشوار قربنا على نهايته، لان لسه في مجهود كتير لازم يتعمل. لكن ما فيش شك ان احنا برضو عشان ما نجلدش ذاتنا قوي، ان احنا في فتره قصيره حققنا حاجات كتيره جدا. المقارنه ظالمه مع امريكا ومع اوروبا اللي هم بقى لهم 40 50 سنه في هذا المجال، احنا بقى لنا 5 6 سنين. فلو راعينا عنصر الوقت والبدايه المتاخره نقدر نقول ان احنا على الطريق الصحيح، نقدر نقول ان في ناس كتيره بقت مهتمه، نقدر نقول ان العناصر المكمله للنظام بتاع الانتربرينورشيب او رياده الاعمال ابتدت تبقى موجوده، من جامعات مهتمه لمراكز الحاضنات لصناديق التمويل للفعاليات زي رايز اب وخلافه، ابتدى النهارده العناصر تكتمل وتكتر، ودي حاجه كويسه. الدولة في رأيي دورها مش مباشر في ريادة الأعمال، يعني في معظم دول العالم ما فيش دولة قالت أنا هعمل ستارت اب. لا هي بس تفتح السكة وتبعد، أظن إن كده أحسن حاجة. هي تسهل الأمور. تسهل الأمور بالظبط. ما يزال التعامل مع الشركات الصغيرة والصاعدة يتبع نفس القواعد اللي يعني بتتحط على الشركات الكبيرة أوي. وطبعا هم ما عندهمش هذه القدره انه يجيب محامين ويعمل انشاءات ويستنى 3 4 اشهر واستطلاع امني ومش عارف ايه، يعني لازم يكون في طريقه سريعه جدا. صحيح. يخش على الانترنت يكتب اسم شركته وعنوانه يتسجل على طول، يعني لازم نسهلها اكثر بكثير من ما هو موجود النهارده. لازم نبعد عنهم مأمور الضرائب ومشاكل الضرائب والكلام ده الى فتره على الاقل لحد ما يقوموا على رجليهم. في حاجات كتيرة الدولة لازم تلعبها، بس أهم من كل ده ولم يذكر لحد دلوقتي ولازم أقوله بصراحة، اهتمام الدولة بالتعليم. النهاردة احنا بنفقد ناس جيدة جدا كل سنة، مهندسين شاطرين بتاع بيروحوا ألمانيا وبيروحوا أوروبا بيروحوا أمريكا، بنفقدهم وبنربيش كوادر كافية جديدة. صحيح. لأن نظام التعليم عندنا لازم يعاد النظر فيه بشكل جذري، مش بشكل اللي هو ماشي دلوقتي، شكل يعني إصلاحي كبير جدا، لأن هيعمل لنا مشكلة. صحيح. مع الوقت هنحس إن عندنا مشكلة، مش هنلاقي الكوادر لتقوم شركات ريادة الأعمال. بشكرك دكتور خالد اسماعيل، منتظرينك بقى في الموسم القادم، واحنا ان شاء الله بنعدله بس اعداد جيد جدا هذه المره، فمنتظرينك بنفس الصعوبه بقى بنفس العنف يا دكتور. ونشوف اخر تقريرنا النهارده، كان لينا يعني ستاند او بوث في رايز اب، وشفنا شباب جم يكلمونا عن احلامهم للمستقبل. ازيكم يا مصر، احنا الماكينة. اهلا بيكو. انا فادي صابر. سانتا سامح من جامعة عمر من فلسطين. من تونس. ازيكم عاملين ايه؟ اسم مؤمن اسامة. انا الراجل اللي ورا كسر زيرو. سيف من حوالي تقريبا 3 سنين طلع مع مدام لميس، كان اخر سؤال ليه يعني بتساله بتقول له انت نفسك تعمل ايه لما تكبر؟ قال لها نفسي اعمل روبوت يطبخ عشان يساعد الامهات في البيوت. فسيف النهارده الحمد لله هو وفريقه عملوا اول خطوه حقيقيه على الارض في روبوت بيطبخ. الفكره بتاعتي بسيطه جدا، هي عباره عن بلاد دونيشن ابلكيشن بيشتغل بالجي بي اس، بمعنى ان هو بيلوكيت او بيدور على الشخص اللي نفس فصيلتك في الاريا بتاعتك. كنت عايز اشتري حاجه ما كانش معايا الفلوس ان انا اشتريها، فلقيت حد من صحابي كان عنده السلعه اللي انا كنت عايز اشتريها دي، فعرضت عليه قلت له ايه رايك لو انا اعمل لك ويب سايت او اعمل لك فيديو في المقابل تديني السلعه اللي عندك. من هنا انا جات لي فكره، قلت طب ليه ما اجمعش الناس كلهم في مكان واحد عشان يبدلوا السكيلز بتاعتهم. كنت حابه اشارك في مسابقه هنا الشباب عشان حاسه انها في اوبورتيونتي كتير كبيره ان ممكن امهات كتير تستفيد منها. هي طفلي عباره عن موبايل ابلكيشن بتوصل الامهات بدفاتر الاطفال.
مساء الخير مدام لميس. قدمنا السنه اللي فاتت في هنا الشباب واترفضنا واتضايقنا جدا الحمد لله، بس عادي هنقدم تاني السنه الجايه. الستارت اب بتاعتنا هي عباره عن موقع الكتروني اسمه بير حكايه. هذا الموقع هو عباره عن منصه للشباب الفلسطيني. بنطمح ان احنا نطلع في هنا الشباب، نطلع قدام الناس نوريهم ان احنا لسه نقدر. السيزون اللي فات شفنا قد ايه البرنامج عرف يزق الستارت ابس كلها ويزق الكوميونتي بتاعت الستارت ابس ان هي تلاقي فند او ان هي تكبر. ده قطن مصري 100% معمول في مصر بدماغ مصريه. باختصار خالص الستارت اب بتاعي بيتكلم ان احنا بنجيب بقايا الخشب اللي هي ملهاش اي استخدام، بنجيبها وندخلها في مكنه بتحولها لانشار الخشب. البروجكت بتاعي اهمه اللي هو الريسيكلاج ولا اعاده استخدام الحاويات اوتوماتيكلي تكون قابله انها تكون بعد سكن لاصحاب الدخل المحدود. اللي احنا بنطلبه منكم من كل الناس اللي بتتفرج علينا النهارده ومن السي بي سي ان يكون المسابقه اللي موجوده النهارده يكون فيها يعني فرصه للمؤسسات الخيريه. مسابقه هنا الشباب من المسابقات اللي انا بحس ان الكونسيبت بتاعها حلو قوي، يعني حلو قوي ان خلاص احنا بنشوف حاجات بتاعت هنا وحاجات بتاعت فن وحاجات، بس ان انا اعمل برنامج عن رياده الاعمال دي حاجه انا شايف انها مشجعه جدا. وبتمنى لو هذا الشيء يكون موجود بالوطن العربي بشكل اكبر. جينا ان احنا ستارت اب ارت وكده، فانا حابب اهدي هديه بسيطه لنيس الحديدي. اتفرجوا على هنا الشباب، بس اتفرجوا على قبل خليتا برضه عشان بطلع فيها، معلش ده اهم شويه، اسف. بس ميرسي جدا على الصوره. وقال ايه في الاخر؟ بتفرج على قبل فايته. بيقول لهم اتفرجوا على قبل فايته عشان هو بيطلع فيها. عشان هو بيطلع في قبل فايته. لا اتفرج علينا احنا اهم. انا عايز اشكركم شكرا جزيلا على المجهود اللي انتم بتعملوه عشان الستارت ابس، وان شاء الله منتظرينكم تشاركوا معانا في هنا الشباب في الموسم القادم. داليا قمر، هنا زغلول، وعبد الحميد شراره. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل ازمه السكن في مصر والعقار. طول عمر العقار زي الذهب، بنعتبره مخزن قيمة. يعني زمان الستات الكبار كانوا أمهاتنا وجداتنا يعني بيستثمروا في الذهب، يقول لك يعني نخزن الفلوس في إيه قبل بقى ما يبقى فيه بورصة والكلام ده كله، دايما جنيه الذهب، طب نشتري ذهب، طب نعمل كذا. الحقيقة إن العقار موازي للذهب زي الذهب بالظبط. نشتري شقة للولد، نشتري شقة لبنت برضو، يعني عادي بيت الساحل مثلا لو نقدر، بيت كذا لو نقدر، طول عمره مخزن قيمة. لكن حتى مع ارتفاع الأسعار والقفزات اللي حصلت بعد التعويم نتيجة انه كل حاجة ارتفعت، أسعار المواد البناء نفسها ارتفعت، كل حاجة ارتفعت، فبالتالي ارتفعت أسعار العقار. إلا أنه بصراحة احنا بنظلم، يفضل العقار مخزن قيمة، لكن احنا بنظلم فئة كبيرة جدا من المجتمع اللي هي الطبقة المتوسطة، ممكن محدودة الدخل الدولة بترعاها، لكن أنا عندي طبقة كده في النص حقيقي عندها مشكلة. زمان كانت القصة في بالإيجار والإيجار، وبعدين ابتدى يبقى فيه الإيجار الجديد، لكن الإيجار الجديد مرتفع، لكن يفضل حلم إن أنا أشتري شقة تمليك حلم يراود حتى الشباب الصغيرين. هل احنا عندنا أزمة سكن في مصر؟ هل احنا عندنا أزمة عقار في مصر؟ طب ازاي كل يوم نفتح الجرايد نلاقي إعلانات قد كده عن حاجات خيالية لكن الناس مش لاقية مكان تسكن فيه؟ هو ده محور حوارنا النهارده. واسمحوا لي ان ارحب بضيوفي، الاستاذ محمد المرشدي رئيس مجموعه معمار المرشدي، والمهندس هشام يسري امين عام اتحاد مقاولي التشييد والبناء. استاذ مرشدي، عندنا ازمه سكن في مصر؟ حضرتك حاليا انا ما اعتقدش عندنا ازمه سكن، بمعنى ازمه سكن زي مثلا في فتره السبعينات او الثمانينات، لكن قد يجوز تكون ازمه جماليه للسكن. أو أزمة إشغال أو التنويع أو التوزيع الجغرافي مظبوط لإشغال
يعني اشغال الوحدات السكنيه بالطريقه اللي تتماشى مع الاعراف وقوانين او المتبعه من قبلينا يعني. لكن ازمه سكن في حدتها زي السبعينات والثمانينات، الافلام اللي شفناها في المرحله دي كلها كان حلم اي واحد يلاقي شقه بخلو مثلا، وانه عشان نجيب الخلو ده شيء معجز. عملت افلام على القصه، عملت افلام لسنوات طويله. دلوقتي اعتقد لا، دلوقتي يعني مجرد ان شاب بيشتغل او شابه بتشتغل تقدر تجيب في حدود دخلها. بس برضه صعب يا فندم. بس حضرتك مش مستحيل يعني، مش يعني مش الايجار غالي. ما هو شوف برضه حضرتك، هي نسبه وتناسب. دلوقتي حضرتك في توافر من الاعداد، احنا طبعا بنزيد زياده مش طبيعيه. يعني الزياده العدديه اللي احنا بنزيدها ان احنا بنزيد كل سنه 2 أو 2.5 مليون حسب الاحصاءات، ده رقم طبعا ده ادي دوله، ادي دوله من الدوله من الجيران لينا يعني، فطبعا ده رقم كبير، فلازم يوازيه ان نفس العدد ده من الوحدات تطلع باختلافات المستوى للاتنين مليون دولت. طبعا الغالبيه العظمى في الاتنين مليون محتاجين سكن اقتصادي او سكن شباب، لان كلهم في بدايه حياتهم، فده طبيعي بتبقى يعني السكن ده حركة عشان يتوفر بجديه ويكون مفيد ويكون يعني بيدي طابع انساني وجمالي للي هيسكن في المكان ده، بيحتاج اشتراطات معينه وبيحتاج توزيع جغرافي معين وبيحتاج توزيع، ده اللي مش موجود، ده اللي محتاج ابتدى يبقى موجود حضرتك. وابتدى يعني النهارده في العاصمه الجديده وفي بعض مدن كتيره بتطلع، الكلام ده بقى له مثلا 10 سنين بيحصل، لكن محتاجين برضو زياده. مهندس هشام، عندنا ازمه سكن في مصر؟ لا احنا ما عندناش ازمه سكن، احنا يعني كمساكن ما فيش ازمه مساكن، لكن احنا عندنا ازمه اسكان. حضرتك اخر احصائيه حضرتك كانت موجوده تابعه للاحصائيه الاخيره 2017، حضرتك كان عندنا 12.5 مليون وحده سكنيه موجودين فاضيين، منهم حوالي 4.5 مليون وحده سكنيه متشطبه ومقفوله، 3.4 و3 من 10 حضرتك وحده مش متشطبه، صح مظبوط صح، و1.9 من 10 حضرتك ناس مسافره بره، و2.3 من 10 حضرتك ناس قافلينها وكان ساكن في الزمالك ولا في مصر الجديده، قام واخد بعضه ونقل في كومباوند في مدينه في وقفلها. صحيح، دي مشكله. حضرتك النهارده لما بتتكلم في 12.5 مليون وحده سكنيه، الناس ما بتبيعش الشقق دي. ما هو ده يعني، هو ده المفروض احنا نرجع زي ما حضرتك قلت كده في الاول، احنا ليه ما نرجعش القصه بتاعت الايجار؟ لما نفتح الوحدات دهيت نوع من الضغط على طبعا ملاك الوحدات، لان احنا عندنا برضك محتاجين شويه تشريعات كتير تتغير، واخد بال حضرتك؟ قصه ان انا ابقى في شقه وبعدين ابني انا اتنقلي وابني عشان قاعد معايا يوم ياخد الشقه بالميراث، مع الايجار القديم ده بتكلم عن الايجار، وده موجود وحضرتك، وده اللي لازم يتغير، وده لازم يتغير حضرتك. اللي عنده الشقه واجرها مش عارف ياخدها، مش عارف ياخدها، وعشان ياخدها يقعد سنوات طويله في القضاء. دي التشريعات، احنا بنتكلم عن الايجار الجديد، ما دي لازم يغير التشريعات. ما انت حضرتك من ضمن التشريعات انا بخاف اجر ليه؟ بالظبط، انا بخاف اجر ليه؟ هخش في الضرايب بالظبط، هيجروا ورايا مش عارفه ايه، هخش في، فيبقى لازم اغير الفكر ده، لازم يتغير، واخد بال حضرتك؟ صح صح، يبقى لازم افتح المجال عشان ادور يعني احسس المالك الوحده دي اللي هي مبنيه وقاعده واقفلها، واخد بال حضرتك؟ لازم احط عليه شيء ما بلنتي، على اقول اضيف عليه ضريبه عقاريه. لا، ما هو الضريبه العقاريه مش على المقفول، لا الضريبه العقاريه انت بتدفع عن كل العقار ما عدا العقار اللي انا وحدتي، انا وحدتي وانا بقى اضاعفها يعني، لو عندي ما نفترض يعني حضرتك انا عندي وحدتين، واحده هدفع عليها والتانية اقفلها، لا المقفوله دي بدل الضريبه العقاريه اضاعفها مثلا، يوم هيضطر هو حضرتك بالتالي ياجرها علشان لازم ياجرها عشان يعوض، ده سبيل المثال يعني، ده موجود في اوروبا كلها، ما ده بالظبط، ده موجود في اوروبا كلها. زائد حضرتك احنا عندنا لازم نكون عندنا نمط، احنا اعتقد المجتمع مقسوم 3 شرائح، القادرة اللي هي ممكن تسكن في الكومباوند او تاخد تمليك، والطبقة المتوسطة زي ما حضرتك قلتي، وهناك طبقة تانية محدودة الدخل، الدولة بتعمل لمحدودة الدخل، واخد بال حضرتك ازاي؟ المشكلة في الطبقة المتوسطة الحقيقة، الطبقة المتوسطة لها ممكن وضعك يبقى لها سهل نفكر فيها، لان حضرتك انت عارفة ازاي مجموعة من الناس تاخد حتة ارض تشترك انها تبنيها والتكلفة، واخد بال حضرتك ازاي؟ مصر الجديدة اتعملت ازاي؟ هي كانت زمان اتعملت ازاي حضرتك؟ والمعادي والمعادي، واخد بال حضرتك ازاي؟ ليه المطورين العقاريين ما بيبنوش للطبقة المتوسطة؟ وكل اتجاهاتهم طبعا للطبقة يعني بقى في عرض
كبير للطبقة اللي هو الإسكان الفاخر، وعندنا طبقة واقعة في النص. هل اقتصاديا بصراحة غير مربحة؟ هقول لحضرتك احنا يعني المجموعة عندنا من يمكن بداية الألفينات وممكن من قبل كده 3-4 سنين واحنا بنشتغل في البي والسي. يمكن بدايتنا كانت في الاي، كنا بنشتغل حس ان انا من مواليد المعادي، فكان طبيعي في بداية تخرجي بشتغل لمجموعة معينة. لكن طبعا انا برضو حضرتك بتابع عالميا وبتابع محليا وبشوف اللي بيحصل، فلقيته انه من الافضل ومن الاكثر كمان وطنية ان لا يمنع ان انا اشتغل للبي والسي واعمل منتج في جماليات الاي للبي والسي. ويمكن عشان كده يعني التكلفه الاقتصاديه اللي ده بتبقى يعني لا يعني بصراحه بتكسب من القصه دي ولا ما بتكسبش؟ بنكسب من العدد الكبير في المبيعات وليس من الوحده الصغيره. يعني من الكم الكتير في المبيعات ده اللي بيكسبنا. طبعا لما ابيع كتير تكسب قليل تكسب، هو ده اللي احنا شغالين بيه. يعني مثلا ان بعمل شقه مثلا في المعادي او في مصر الجديده او صح وتفر في حته غاليه عاليه جدا، بس بعمل كم وحده؟ بعمل عماره فيها 10 وحدات. لكن لما ابني انا 200 وحده واكسب قليل زي ما باشمهندس بيقول، لا هيبقى نفس العائد واحسن كمان وافضل وهشغل ناس اكتر وهيبقى عندي ودوران راس المال عندك ودوران راس المال اكتر وباخد كمان حضرتك ريبيوتيشن سمعه اكتر. بس معلش مش كل القطاع الخاص شغال كده، يعني انا عايز اقول انه يعني بس حضرتك المنافسه بتجيب كده. يعني لما تكون في منافسه حره وشريفه بتخلي الواحد على طول يطور من نفسه. دلوقتي حضرتك احنا في زمن النهارده اللي بيطورش في نفسه ما بيعرفش يشتغل، ولو كان في مكان معين وما قدرش يطور ويشوف احتياجات السوق اليوميه ويبقى عنده الاحصاءات بتاعته وده بيطلب ايه وده عايز ايه، اللي ما بيطورش ما بيستمرش. فدلوقتي حركة السوق مختلف تماما عن من 5 سنين عن من 10 سنين. ايه شكل السوق في مصر دلوقتي؟ شكل السوق في مصر دلوقتي حركة معظم الطبقات العريضه من الشعب اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي هنقول الطبقات فوق المتوسطه، حضرتك الموظف لسه متخرج ابن الناس كل حاجه بس دخله بيجي من وظيفته او وظيفه زوجته او شيء بسيط مثلا والده قدر يساعده بيه، هو عايز شقه مش كبيره لكن مبنيه كويس في منطقة لحد كبير محترمة، محترمة أقصد مش يعني مش أقول محترمة غير، لكن قصدي فيها اشتراطات بنائية فيها أدمية وفيها خدمات كويسة وفيها منتج جيد. ومش لازم تكون الشقة كبيرة، يعني كان زمان حضرتك من الواجهة الاجتماعية إن أنا عايز شقة كبيرة ما تقلش عن 180 متر، الكلام ده مش موجود خالص. دلوقتي الطلب أكتر على إيه بقى؟ الواحد ممكن حضرتك عايز شقة 90 متر وفي 70، أنا والله حضرتك أنا عملت فعلا تجارب اختبارية فنزلت مثلا مرة واحدة حوالي 60 متر اوضه وصاله صغنطوطه بس المبنى شيك جدا في كل الخدمات اللي يحتاجها اي شاب وتشرفه كمان، يعني يبقى داخل بيته هو مبسوط مش حاسس بنوع من بنقص في حته معينه. لقيت حركة وعملت 60 وعملت 90 وعملت 120 وعملت 150، ال 60 دول حركة ال 64 متر دي حضرتك خلصت في يومين طبعا في يومين كانوا خلصوا عشان سعرها ما هي سعرها يبقى كام؟ بالظبط سعرها كام؟ قارنيها بقى بالشقه اللي 90 متر او ال 120 او 150، هي هو بيسوق على حاجه بالظبط لا طلبها كتير لان اللي معهوش يعني وبعد كده حضرتك مقسطها على 6 سنين. بس هنا انت الدوله بتدي لك الارض بسعر منخفض ولا بتدي لك الارض بسعر ايه؟ معظمها دي كانت اراضي مازادات، لكن طبعا لو هنتكلم على ارض ان الدوله بتوفرها دي برضو تجربه معانا في مشروعين سابقين بسعر غير مغلى فيه اطلاقا اللي هو مثلا هنقول سعر المرافق وبعض اللي يعني كتير الناس عليها. بتقول ان الدوله بصراحه بتبقى غالي في الاسعار وبالتالي انتوا كقطاع خاص ما بتقدروش انكم تعملوا تحسبوا الحسبه صح. يعني حضرتك لينا مشروع عملناه من حوالي 10 سنين تقريبا وكنا واخدين الارض بسعر يعتبر سعر رمزي سعر التكاليف يعني فعلا، وعملنا منتج وكانت اللي شاطر ده من زمان ده من حضرتك حوالي يمكن 10 سنين طب انا بقوله ان هل دلوقتي انتوا بتقدروا تاخدوا قطع اراضي باسعار تمكن القطاع الخاص مش لازم حضرتك بس يعني اي قطاع خاص تمكنكم من انكم تعملوا الاسكان اللي هو للمتوسط ده بسعر يحقق لك ربح حتى لو مكان مش عالي؟ انت بتعمل على الاسكان ده تقريبا ربح قد ايه استاذ؟ الاسكان بتاعي ربح حوالي 25% 22% في الحدود دي، بس حضرتك الرقم ده بيطلع منه مصاريف برضه يعني بيطلع منه تأمينات وبيطلع منه ايوه بس بتكسب يعني بس بكسب منها يعني بكسب مش ما حضرتك لو حضرتك النهارده برضه هم هتكلم بصراحه لو البنك النهارده بيدي 15% او 16% واحنا بنواجه مشاكل كثيره جدا 15% اكتر 20 بس انا حتى بتكلم على افتراض انها هترجع 16 حتى او 15 ده لسه بقى انا ما اعتقدش انه حد هيشتغل حضرتك وعلى الاقل مش هيكسب 20 25% الا يعني
ليه هيخش في الريسك بتاع التامينات وبتاع الضرايب وبتاع المشاكل وبتاع الرخص وبتاع المحليات لان عندنا برضه مازال في يعني برضه مشوار طويل في قضاء حوائج البناء يعني من تراخيص من كذا من كذا. فلكن حضرتك الاسكان لما بيتعمل كويس والناس بتاخد سمعه كويسه بيكون في اقبال كويس جدا وبيكون في ربحيه كويسه. مهندس هشام يعني في العالم كله تروح انجلترا تروح دبي تروح اي بلد من البلاد اللي هي معروف فيها العقار بيقول لك انت معاك 5 هتشتري مثلا اوضه وصاله، معاك 10 هتشتري كذا، معاك كذا. تمام. احنا بقى انا كنت لسه ما عندناش المعلومه دي، احنا ما عندناش سلوكي، احنا ما عندناش سلوك. لازم احنا كمسلوك مجتمعي لازم نغير، وده طبعا دور المجتمع ودور صحيح. الاعلام، لان زي ما حضرتك اولا تفضلت بحاجتين، الزياده المضطرده جدا حضرتك في السكان. انا مكتبي بيبص على مدرسه ساعه الساعه 1 1 ونص كده جيوش بتطلع، انا بقول الناس دي رايحه فين بعد كده؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ الناس كلها عايزه شقق، عايزه دي هتكبر، عايزه شقق، واخد بال حضرتك ازاي؟ دي مشكله. في كل الدول العالم اللي بنشوفها حضرتك انت زي ما، ودي الميزه اللي حضرتك تفضلت بيها بتاعت ان الشقه 60 متر، راجل متجوز النهارده هو ومراته هياخد شقه اوضه وصاله. وفي لندن انت عارف حضرتك كده ده منتشر، خلف ده. طبعا منتشر، خلف بينقل على اوضه وصاله واوضه اوضه ماما اوضه كله كده، بقوا ولدين هي الاوضه، بقى ولد وبنت بقى اوضتين، وبيسيب المكان ده المكان ده لحد تاني. ما زال لحد دلوقتي حضرتك يعني بعض الناس طبعا بياخدوا شقه صغيره، لكن برضك الفكر بتاعه النبي انا عايز شقه لبنتي ما تقلش عن 150 عشان اعمل لها صالون وصوفه وانتري وثلاث اوض. فانت بتكلمني على فكره تغيير السلوك. تغيير دي لازم تتغير السلوك. بس برجع تاني ان احنا ما عندناش سوق عقاري، ما عندناش يعني سوق واضح المعالم انه المنطقه الفلانيه الاسعار فيها كذا، المنطقه العلانيه الاسعار فيها كذا، احنا عندنا الدنيا كده. ما هي ده سوق مفتوح، هي ده سوق المفتوح حضرتك ما تقدريش تتكلم يعني. بس هي بتيجي بعرض وطلب حضرتك يعني، حضرتك اللي بينزل برضه بيدور هنا كام وهنا كام. تعرف حضرتك طبعا كان لحد 2010 كانت تخصيص الاراضي كان بتخصص وكان بيتحسب وزاره الاسكان الحيه وهيئه المجتمعات بتحسب تكلفه المرافق على هامش صغير بالزبط. وكانت بيتخصص الاراضي بشكل ده. كان مشاريع، ما انا بقول لحضرتك بالتخصيص كان تخصيص، وده كان وده اللي كان احسن. بعد كده حضرتك حصلت قالوا يعني لا التخصيص ده هناك كلام يعني انت عارفه بقى الطريقه الهيصه اللي حصلت، لا نعملها مزادات. قصه المزادات دي طبعا عملت ارتفاع في الاسعار فوق الوصف. صحيح، واخد بال حضرتك؟ يعني شوف النهارده كان في التجمع الخامس كان المتر بكام، حضرتك النهارده وصل، النهارده وصل المتر في التجمع الخامس بكام؟ هل في ومش حقيقيه مبرر لهذه الارتفاعات سواء في سعر الارض او في سعر مواد البناء؟ لا، مواد البناء طبعا فيها زياده مضطرده حضرتك زي ما احنا برضك بعد كنت لسه بكلم باشمهندس بعد التعويم طبعا، الحديد كان 4.5 نط 8 9 وصل 12، واخد بال حضرتك ازاي؟ لان في بعض الشركات وخصوصا انا بتكلم على الشركات العامله في القطاع للدوله، واخد بالك ازاي؟ تعثرت كتير لحد ما طلع يعني الحقيقه السيد وزير الاسكان عمل قانون التعويضات وقدر يعوض يعني برضه ما بقدرش تقول ان احنا هنعوض الناس كلها، لكن صحيح بدل ما تاخد باخد منه برضه من هامش ربح بس جزء كان في تعويضات بس اتحركت العمليه شويه يعني. هو حضرتك اعتقد يعني ان الدوله حضرتك ممكن تمسك العصايه من النص، لان احنا برضه عايزين فائده الدوله، ما هي الدوله بتصرف على مشروعات اخرى على يعني ابواب كتير مفتوحه. لكن اعتقد حضرتك لو الاراضي المميزه اللي في حوزه الدوله نزلت مزادات ده شيء مفيد جدا للدوله، اما الاراضي اللي محتاجه تنميه في مناطق ابعد ومحتاجه مجهود ده حضرتك بقى ممكن تنزل فعلا زي ما حضرتك قلت بالتخصيص. انت شركه عايز تعمل وكذا هديك الارض بالمرافق وكذا، بس روح اشتغل بعيد ونمي وجيب الناس، فالدوله هتكسب لان الاراضي اللي حواليها ما هي ملك للدوله برضه، فالدوله هتعيد انها هتكسب لان حركة المكسب والحياه بتيجي من التعمير بالذات لما الحاجه تعمل صح. فاعتقد لو سياسه المزاد اوكي عشان ده دخل للدوله والدوله محتاجه دخل، يعني تفضل ان سياسه المزاد تكون على على التوازي مع التخصيص برضه، بس في اماكن. طب وايه اللي ايه اللي يفرق ان التخصيص يكون في الاماكن البعيده شويه اللي محتاجه تنميه والدوله مش عايزه تستثمر فيها دلوقتي، لكن ممكن القطاع الخاص يستثمر فيها والدوله هي برضه يعني هو التزبان. بياخد الريسك بس في نفس الوقت زي ما احنا عملنا من 10 سنين حضرتك لما رحنا في اخر اكتوبر. حضرتك بقطع كلامك النهارده هي دريم
ومدينتي 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 وبهجت مطورين يعني طبعا يعني في الوزاره يعني حد كان يحكي يقول ان النهارده الرحاب بس ما ما يعني دي قصه اخرى ده موضوع ثاني لكن احنا بنتكلم على حضرتك الرحاب النهارده من كان يرجو النهارده ان يعمل الرحاب صحيح او وبعدين يكرر التجربه ثاني في مدينتي ارجع ثاني للمساحات الصغيره ودي فكره جيده بصراحه شكل البنى في مصر والمساحات الصغيره دي شكله حلو احنا عندنا في مصر بصراحه البناء وحش ده صحيح حضرتك ده يعني انا مع حضرتك احنا طبعا احنا كمجموعه انا بقول كده اللي قدام مطورين عقاريين لكن يعني بنجتهد جدا لكن برضه حضرتك مهما احنا كنا مطورين نسبه المطور لنسبه الراجل العادي اللي بيبني بيته الموظف او المواطن او اللي عادي قصدك ان هو اللي بيبني بقى عشوائي او اللي هو بيروح يعلي على يمكن النسبه تكون عند الباشمهندس موجوده موثقه ما اعرفش بس هتكون كام حضرتك مهما كانت هتبقى 20 25% واللي بيبني 75 80 هم اشخاص عاديين بثقافات مختلفه بفكر معين برضه احنا عندنا ده بيقلد ده بنى بيت من كذا ده بيعمل زيه على طول بيقوم لازق فيه بالظبط اي قرش يرمي سقفه فبيحصل عشوائيات فعلا ويعني فعلا شكلها مش كويس يعني الواحد زعلان ان دوت مستمر وانت ماشي على الدائري صحيح من عربيتك كده وبتتفرج صحيح. على المشهد انت كمطور عقاري بتفكر صحيح. في ايه؟ يعني ايه الفكره اللي بتجيلك وانت ماشي على الدائري بتتفرج على كل بتجربه رحمه الله عليه الدكتور عبد الرحيم شحاته كان محافظ القاهره وكانت ساعتها القاهره الجديده في بدايتها وفي عزها وكان هو لسه ماسك محافظ القاهره وكان يخشى ان طريق القاهره الجديده كله يتحول لعشوائيات زي اللي موجوده بقى في اماكن اخرى فالطريق حضرتك عارف الناس بتقوم رايحه وامر واقع هتخرج كام يعني الاف بيروحوا سكن ايوه فكان مهتم جدا حضرتك ان يحصل تنميه على الطريق دوت وطبعا التنميه عن طريق اشتراطات معينه وعن طريق تخطيط معين وعملوا التخطيط المحافظه وهو اختار حتى طبعا كله تسعير عشان ما يبقاش في تمييز لحد لكن اختار ناس موثوق فيهم للمباني لانه كان خايف ان الطريق لمدينه القاهره الجديده كلها يتحول لعشوائيات فانا رايح مكان جديد لكن عيني طول ما رايحه في ضرر يعني في ففعلا رحنا وجبنا شركه جبنا كارفور وجبنا نوادي المعادي وجبنا نادي الصيد وجبنا بي ام دبليو وجبنا حاجات كتيره علشان الطريق ياخد الشكل ده احسن فجاه نلاقي اتقلب على شويه لما انا حضرتك في الخطوه دي خدتها يعني وكانت يعني يمكن انا كنت من الناس اللي بداوا في الموضوع ده كان معظم الناس بيقولوا عليا ان ده شيء انتحاري ان انا خلاص انا هفلس لان مين هيروح يسكن في الجبل دوت لكن حضرتك في خلال سنوات قليله جدا 3-4 سنين حضرتك زي ما انت شايف الطريق اتعمر ازاي وبقت في شركات عالميه وفي فهي حضرتك البدايه عايزه قطاع خاص جريء وعايزه حضرتك ان صاحب القرار يدي شركات لها ثقه ويكون في يعني كان حضرتك في حاجه موجوده كويسه جدا من قبل كده في موضوع التخصيص ان بدي التخصيص مش مره واحده على 4 مراحل ايوه لو ما بنيتش في خلال سنه ونص الارض كلها تتسحب فلوس راحت عليك بنيت المرحله الاولى تاخد الثانيه وهكذا هو ده حضرتك اللي بتقوله ده وده فكر برضه ازاي الطبقه المتوسطه كنت عايز اقول لحضرتك تستطيع انها تبني بالظبط القطع الاراضي اللي حضرتك تفضلت بيها اللي هي بعيده شويه يعني نسميها مش الفاكهه بتاعتنا مش الفاكهه بالظبط واخد بالك ازاي نستطيع ان احنا نقدر تتقسم تتباع للي عايز باشتراطات بنائيه محدده صحيح وعندنا البنوك النهارده حضرتك بنوك شركات التامين عندها وفره فلوس بالهبل صحيح صحيح تستطيع انها تخش تمول هذا الشخص بهذه الاشتراطات بهذه الرخص واخد بال حضرتك ازاي بضمان الارض يعني صح. زي ما حضرتك تفضلت كده قلت لو هو ما بناش في خلال سنه او سنتين خلاص الارض بترجع وتخصص انا اظن كمان لازم يبقى في شكل يتوزع عليهم ايوه ما انا بقول لحضرتك لانه المشكله شكل معين ان هو مصر جديدة يا استاذه لميس مصر جديده انت لما بتمشي في ميدان روكسي انت بتشوف العمارات كلها شبه بعض ما هي دي الفكره ده اللي بنتكلم عليه صحيح طب انا لازم اخرج فاصل بس قبل الفاصل عندي خبر ان الرقابه الاداريه القت القبض على المتهم الرئيسي في ازمه البنسلين وهو رئيس احدى شركات الادويه الكبرى وذلك في ضوء التحقيقات الجارية وتم ضبط أحد أصحاب شركات الأدوية المحتكرة لاستيراد ذلك الدواء بعد أن أسفرت تحريات عن تورطه في نقل وكالة استيراده لشركاته الخاصة وتربحه جراء ذلك وعدم تدبير احتياجات البلاد خلال تلك الفترة كنا بنكلمكم على أزمة البنسلين قبل الفاصل والرقابة الإدارية تدخلت وتم القبض على المتهم الرئيسي كما يقول
يقول بيان الرقابة الإدارية. فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار. كان في مصر دي فقرتنا الآن. ويعني السادة الأفاضل أجمعوا أن ما فيش أزمة يعني سكن في مصر، ولكن في أزمة توزيع، في أزمة توزيع، وكمان في مشكلة في السلوكيات. لسه في ناس كتيرة عايزة السكن الكبير، لكن أستاذ مرشدي بيقول لي أنه لا، بقى في تغير في السلوكيات والناس بتبقى مهتمة بالوحدات الصغيرة. مهندس هشام، طيب ماذا عن مشروعات مماثلة لهذه المشروعات زي مثلا دار مصر وسكن مصر؟ يعني في أعتقد مجموعة مشروعات للدولة عملتها، مش كده؟ دار مصر لا طبعا دولة بتعمل سوق بكثافة، الدولة داخلة طبعا بالاسكان المتوسط. الاسكان المتوسط، هل نجحت هذه التجارب؟ نجحت طبعا ومقبولة، واخد بال حضرتك ازاي؟ بس انا اعتقد برضو كان حصلت في شو من التعصب بعد زيادة الاسعار بتاعة 2016، لان في بعض المقاولين حصل الشغل تعصب شوية بعد قناة التعويضات اللي زي ما قلت لحضرتك عليها اللي اتاخدت دهيت، ابتدت العجله تمشي تاني، لان طبعا اي مقاول مش يعني مش هيدفع من جيبه. طبعا احنا عانينا شويه حضرتك، الموضوع ده مصلحه للدوله بس احنا كشركه خاصه عانينا شويه. ما انا بقول لحضرتك، لان حضرتك لما اتعمل الوزاره دخلت بقوه في المباني فعلا وفي زمن محدد، يعني كان شيء عسكري بيتم في سنه مثلا مباني، فبقى في اقبال يعني، والمقاول دفع سريع، يعني المقاول بياخد. فاحنا مثلا معانا 200 300 مقاول بيشتغلوا، ففجاه لقى ان هو هنا السعر احسن له فكان عايز يسيبني. ايوه صح صح. يعني الدوله كانت بتدي له سعر احسن منه، او على الاقل يمكن اسرع وشغل مفتوح. الريشيو بتاع الفلوس اسرع، والريشيو بتاع الفلوس اسرع. هنا بقى منافسه الحكومه مش كويسه، دايما اقول كده، اقول الدوله لا يجب ان تدخل في منافسه. والله بس هو طبعا لمينا على لملمنا على المقاولين بتوعنا، بس انا من نفسي كنت مبسوط حضرتك، الفلوس موجوده، كانت منافسه شريفه. هقول لحضرتك بجد والله، وبرده واحد بيسعد، احنا شغالين كويس الحمد لله، بس لما لقيت ان الفكر حضرتك حتى الشغل اللي طلع شكلها حلو، من اقل الناس اللي جات لي تقول احنا شغالين كويس، ما بيجيليش حد يقول احنا شغالين كويس. جايز بيخافيني، لا بجد انا دايما بيشكو، القطاع الخاص دايما بيشكو انه في مشاكل، عندنا عقبات. انا طبيعتي حضرتك في يعني في احلك الظروف بكون متفائل، وخاصه تفاؤلي بيزيد لما المسائل بتبقى محتاجه يعني الحل هو التفاؤل، وانا مطمن على بلدي، يعني حضرتك مصر مش هتعدي اكتر من اللي عدت فيه الحمد لله طبعا. وعندي قناعه ان شاء الله ان اللي جاي هيكون افضل، والله انا بقولها انا ده قناعتي الشخصيه. صح 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 صح. لان فان شاء الله يعني دلوقتي في بعض ازمات اقتصاديه وفي غلاء وفي كذا، لكن ما زال احنا بناكل كويس، ما زال النهارده حضرتك العامل اللي بيشتغل عندي المستقبل واحد بياخد 150 جنيه في اليوم، اقل حد بياخد 150 جنيه. هل انتم قلقون من فقاعة عقارية؟ من يعني هذا الارتفاع في الاسعار؟ وانا ما بتكلمش بقى على المستوى المتوسط، انا بتكلم هنا على المستوى العالي، انه الكومباوند بينزل في ما فيش ايام منتهي، سواء في القاهره، سواء في اسكندريه، سواء في الساحل الشمالي، سواء في اي مكان. أي. هل احنا قلقانين من فقاعه عقاريه، من حاجه فجاه الاسعار تنهار، او ان الناس ما تقدرش تدفع الفلوس او غيره؟ لا ما اعتقدش حضرتك، انا اعتقد لا ما افتكرش، مش كده حضرتك؟ مصر ليها طبيعه يمكن من امثله اللي هي سبع العجاف وسبع. فمصر لما ما بيحصلش فقاعه عقاريه، يعني انا بشتغل من 30 سنه، اللي بيحصل شويه ان لما السوق بيحصل فيه نوع من التشبع بيحصل هدوء نسبي ثلاث اربع سنين. هل احنا في مرحله الهدوء النسبي ولا لسه؟ قد تكون المرحله الهدوء النسبي ده، لكن مفيش خطر، لان الاسعار مرتبطه حضرتك بالتكلفه، يعني السعر مرتبط بالتكلفه. بس حاسين بدايه تباطؤ مثلا للبيع اللي هو في المستوى المرتفع؟ قد يجوز في بعض المستويات المرتفعه فعلا يكون في، يعني بالذات حاجات الاوفر شويه، يعني برضو حضرتك في كام واحد في مصر يقدر يشتري فيلا بكذا مليون؟ موجودين. انا بتكلم على الاوفر والاوفر، لكن الاوفر بس انا بتكلم على انه بيتفتح الكومباوند فعلا في ثلاث ايام ما بتلاقيهوش احيانا واحيانا. والساحل الشمالي حضرتك بيتفتح وبتشوفي على طول، والاسعار وفي بيع، يعني في بيع وفي شراء على طول. فده معناه ايه؟ فلوس. ده معناه ان في فلوس في البلد، البلد فيها فلوس واضح جدا، بس لا ده في وطبيعه البلد. بس حضرتك انت قلتي في الاول كلام، حضرتك قلتي ايه؟ ان الناس طول عمرها بتفكر في العقار زي الذهب، فده ما زال الفكر موجود، انا هشتري فيلا النهارده
وهو بقى بيفكر ايه؟ لما اخد الفيلا ب 3 مليون النهارده سي لانها بكره هتبقى ب 4 مليون. ده يمكن حضرتك المصري بيفكر في العقار اكتر من الذهب. ايوه يعني ده يعني ما اجيبه الامان واحطه مثلا في خزنه. ما دام لميس قالت هي هو ده العقار انا هجيبه هيغلى وبستخدمه. بيوفر لي ايجار وبيوفر لي كذا. بيوفر كده. فالعقار حركه ده في الجينات بتاعتنا حركه. احنا مصر شعب يعني زراعيين فالزراعه مرتبطه بالسكن. فاحنا حركه في جيناتنا ان واحد لو معاه فلوس لازم يشتري بيت. الفكره في اوروبا مش موجود. الاساس عندهم الغالبيه العظمى الايجار. واللي بيتملك ده واحد قليل، واحد بيتملك وبيسكن 20 واحد. لكن مش كل واحد عنده طموح يبقى عنده بيت بره، دي مش موجوده خالص. هو ممكن يحسن بيته انه يأجر بيت احسن. لا احنا عندنا في الجينات الموروث بتاعنا ان انا اي فلوس هتجيلي فيها وفر هشتري بيت. حتى لو انا عندي معاناه لكن هستحمل عشان اجيب بيت، لكن مش هدفع فلوس الايجار. ارخص شقه عندك قد كام؟ او يعني عموما في الوقت اللي احنا فيه ده اللي هم المساحات الصغيره. ارخص حاجه دلوقتي عندي حضرتك بحوالي 300,000 جنيه. كتير برضو. يعني انا بفكر في برضو في شاب بس حضرتك باخدهم بقى ازاي؟ ما انا ما هقول حضرتك بتفرق كتير. اصل انا بقول النهارده 300,000 جنيه لشاب صعب جدا. مساحتها قد ايه يا استاذ؟ دي مساحتها حوالي 80 متر. 80 متر يعني متر حوالي 4000 كتير. ما انا هقول لحضرتك ليه؟ ده كتير قوي. ده 300,000 جنيه دي زمان كانت بتجيب لنا شقه كبيره. بس بخليه يدفع لي 300,000 جنيه على ست سنين. يمكن يزيدوا شويه يبقوا 350 360 طيب. بس بيبتدي معايا ب 30,000 جنيه. دي بفوايد؟ افندم؟ فوايد؟ بتبقى فوايد بسيطه جدا، اول ثلاث سنين من غير فوايد، وبعد كده لو عايز يقسط للسنه السادسه بديله فايده 10% من بعد السنه الثالثه، ده بنظام و9% كمان. يعني ده وموجود عندي شقق. بس حضرتك بتدفع لي 30,000 جنيه ويقعد بقى يقسط لي كل شهر مثلا 2000 جنيه 2500 جنيه. ولو انت اتاخرت وخلي بالك حضرتك ده بيتملك، يعني ده ساكن بيتملك. ما هو برضه حضرتك التمليك ليه ثمن. هو مش جاي ياجر فانا بقول له ادفع 30,000 وادفع 3000 جنيه. لا ولو انت اتاخرت في البناء، لو انت اتاخرت في التسليم، انا بحط حضرتك في العقد بتاعي، بحط في العقد غرامات عليا وغرامات على بس سمعت الغرامات دي قليله قوي اللي انا بحطها عندي. اللي بحطها عليك بتحط غرامات على انا بحط على غرامات الكلاينتس اعلى كتير من الغرامات الموجوده عليك. اعلى كتير. هقول لحضرتك ليه، هقول لحضرتك السبب ليه. اول حاجه لما بحط غرامه على الكلاينت عاده انا عامل حاجتين في الغرامات، لان طبعا دي من تجربتي على مدار 30 سنه. في غرامات لسبب انساني، يعني واحد حصل له ظروف مرض عيا ومسك ناس بيراعوا ربنا في الموضوع ده، دي ليها وضع تاني خالص. قد اشيل غرامه 100% وقد اصبر شويه لما بلاقي حاجه بقى زي الفوج ماجير كده. لا وده اساسي عندي والله. لا دي مش قواعد. لا حضرتك انا عادي بمشيها بشبه قاعده. وفي حضرتك غرامات بحطها عشان اشجع اللي شاري عندي انه ما يقصرش ويلتزم، لانه ساعات بيجي لي تاجر يقول لي دافع لي مثلا مقدم حضرتك 10 شقق. اصل جايز بس كنت مستني بقى سنتين تمويل من لما حضرتك تتاخر. لما بتاخر بحط ليا غرامات. ايوه غرامه كام يعني؟ غرامه حسب كبيره كل يعني؟ حسب كل عقده. بس فعلا بحط على نفسي بس غرامات. بس سمعت انها غرامات قليله قوي. بتبقى غرامات ما هو حضرتك بتبقى قليله يعني 30 و50 جنيه في الشهر. لا 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 مفيش 30 جنيه، بتبقى حوالي 300 يعني حد ادنى 300 جنيه في الشهر، توصل ل 2000 جنيه في الشهر. دي الغرامات اللي احنا كانت حضرتك زمان 100 جنيه لما كانت الشقه ب 90,000 جنيه. ما حضرتك الدنيا غلت. نسبه التناسب. نسبه التناسب. لكن انا حضرتك مثلا كشركه في حياتي ما واحد اشترى مني شقه وغليت عليه بعد 4-5 سنين شقه مثلا ضعف 3 مرات، ما بغليش عليه جنيه طالما انا ملتزم بعقد ما حصلش. الشقه اللي ب 300,000 جنيه دي عليها اقبال؟ جدا عليها اقبال. بقول لحضرتك ما دي اللي بتطير على طول. دي اللي بتطير يعني مفيش، لان حضرتك مفيش منافس تقريبا بهذا السعر وبهذه الجوده، مش موجود. يعني بين بين البنى وبين الاستسليم تبقى قد ايه؟ سنتين من سنتين لثلاث سنين. حسب كل مشروع. يعني عشان بتاخد كده بتاخد منه القسط بقى فباخد قسط على ثلاث سنين وساعات بدل ست سنين فدي بتريح. كانه بيأجر، كانه ايجار. بدل ما ادفع في ايجار بدفع في شقه. مهندس هشام كلمات اخيره بقى عن سوق العقار في مصر ومستقبله. انا متفائل بسوق العقار في مصر حضرتك ان شاء الله. وانا شايف ان احنا يعني عاملين دفعه كبيره جدا، حتى القياده السياسيه انا شايف انها متجهه كده. وزاره الاسكان بتعمل مشاريع بالشكل ده كتير، واخد بال حضرتك؟ العاصمه الاداريه هتفتح مجال هايله، واخد بال حضرتك ازاي؟ مشوار معلش. هو دي هنتكلم بس زي ما حضرتك تفضلت كده. مواصلات. لو مواصلات القطر القطر لو اتعمل ده. طب ما نعمل قطر الاول ل 6 اكتوبر. لا ده كان في قطر بيتعمل في العاشر من رمضان حضرتك، كان في قطر زمان في العاشر. يعني 6 اكتوبر بلا مواصلات معلش بقى، تجمع بلا مواصلات، كل المدن الجديده بلا مواصلات، فجاه العاصمه الاداريه تعمل لها مواصلات؟ لان احنا هننقل بقى كل الوزارات تقريبا، واخد بال حضرتك ازاي؟ هنفضي البلد، واخد بال حضرتك ازاي؟ هننقلها كلها في العاصمه الاداريه الجديده، مجمع الوزارات. ايوه. فالناس الموظفين دي هتروح ازاي؟ المواطنين اللي عايشين في المدن الجديده الثانيه يعني ينتحروا. لا نعمل لهم برضك ما تقلقيش. هو الميكرو بس بيحل بقى حاليا يعني. ما تقلقيش بس واحده واحده.
استاذ مرشدي كلمات اخيره عن السوق، وحضرتك بتفضل يعني بتشجع ان الناس تغير سلوكها وفعلا تروح للسمولر يونت؟ اكيد طبعا، حضرتك اريح واوفر. طب بس سؤال، اريح لست البيت. الناس لما بتكبر يعني مثلا اسره جايه باديه ولد وبنت شاب وشابه، طيب هو دلوقتي بعد شويه بيكبروا وبيبقى عندهم اولاد بيبقوا عايزين يجيبوا بيت اكبر، يعملوا ايه؟ انا احنا يعني انا ازعم ان احنا عندنا اكبر عدد عملاء، لان احنا بنقول حضرتك بتشتغل في البي والسي، فعندنا 62,000 عميل، اعتقد ده اكبر عدد عملاء يمكن في الميدل ايست مش بس في مصر، لان مصر هي اكبر تعداد سكاني. يعني كتير جدا حضرتك من شاريين من عندي مثلا من 10 15 سنه بيخلف زي ما حضرتك قلتي، بيجي يبدل يقول لي انا عايز، او بيبيع الشقه دي ويشتري شقه اكبر، وده بقى عادي، وبتدي حضرتك نوع من التجديد في الحياه. طبعا وده الفكر اللي بنقول عليه، يعني هي فكره ان انت تجيب شقه هتعيش فيها بقيت عمرك، هي دي لازم تتغير. وده السلوك المتبع اللي قلنا عليه لازم يتعمل. يعني هو غير عربيته، ايه المشكله انه غير شقته وغير مبلته؟ لا ما هو القدره بقى، القدره دي ثوابت. لا كانت ثوابت حضرتك، الثوابت دي بتتغير في كل حاجه. يعني احنا نتمنى ان احنا مع تغير الحياه وصعوبتها وارتفاع الاسعار في حاجات كتيره جدا متغير. يعني لو عندك عربيه بتحاول تستخدمها اقل لان البنزين غالي، كهرباء انت على طول بتطفي النور في البيت لانه كلنا على فكره يعني اوعوا تفتكروا ان حد قادر وحد غير قادر، طبعا مش هطفي النور في البيت، ده شيء طبيعي يعني، كلنا بنحاول ان احنا نوفر في حياتنا، وبالتالي ايضا للشباب لازم برضو يسكنوا في يعني يبتدوا ببيت صغير وبعدين الحاجات ان شاء الله تتحسن. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ محمد المرشدي والمهندس هشام يسري، والعقار يفضل العقار بصراحه يعني في مصر هو مخزن قيمه. اما الفقاعه فانا بس هقول جمله اخيره، ليه ما بنتوقعش ان في فقاعه في مصر؟ لان احنا العقار عندنا مش مبني في الاساس على التمويل العقاري، التمويل العقاري عندنا للاسف ضعيف وده المشكله، لكن الميزه انه الحقيقه لانه مش مبني على التمويل العقاري ومبني فعلا على مدخرات الناس، فبيبقى دايما من غير المتوقع الحمد لله ان احنا يعني يحصل فقاعه عقاريه زي اللي حصلت في دول اخرى كثيره. بشكركم شكرا جزيلا، نخرج فاصل وبعد الفاصل الاسعار وقرار وزير التموين الاخير. كان في قرار للسيد وزير التموين دكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار 217 أثار جدل واسع جدا، كان بيصر فيه الوزير انه يكتب سعر السلعة على السلعة نفسها، وقال ان هو مفيش حاجة هتتباع. انا بحاول ابسط الامور، يعني مفيش حاجة هتتباع في السوق مش مكتوب عليها سعرها، وادى التجار مهلة معينة لتطبيق هذا القرار. الحقيقة القرار ده أثار جدل واسع، وكتير من الناس يعني اكتشفوا ان هو غير ممكن التطبيق ولا يمكن تطبيقه في نهاية الأمر. هدف الوزير كان هدف محترم وبعتبره هدف نبيل، لأنه كان عايز محاولة لضبط الأسعار. يعني الحقيقة أنه إحنا لا يمكن أن نتدخل بسعر استرشادي أو بسعر جبري، لأن ده ضد آليات السوق، لكن هي محاولة لضبط الأسعار ومحدش يتلاعب بهذه الأسعار. ولكن بعد نقاش كتير مع الوزير ومفاوضات يعني لمدة طويلة، الحقيقة أنه هو شاكرا غير هذا القرار، وبقى القصة مش ان احنا نكتب السعر على السلعة، ولكن نكتبه على الرف اللي موجود عليه السلعة، ويبقى فيه فاتورة تبقى مكتوب فيها السعر. بين القرارين، اولا انا بحيي الدكتور مصلحي ان هو لما اقتنع بانه قرار ممكن يتغير غيره، وهي دي الفكرة. مش مشكلة ان انا اطلع قرار وغيره، المهم ان انا لو اكتشفت ان القرار ده فيه مشكلة او ان هو مرفوض بشكل كبير من التجار، واقتنعت انه هذا الرفض له سبب وجيه، ان انا اغير هذا القرار. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي دكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس اشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات. دكتور علاء اشرح لي بقى القصة، لان هو ده اللي انا فهمته من القصة كلها. طب يمكن نرجع لورا اكتر. اولا لا خلاف ان اعلان السعر حق اصيل للمستهلك، ما ينفعش ان انا ادخل محل
يبص انا لابس شيك وشكلي مقتدر يديني سعر، انا مواطن غلبان يديني سعر اخر، وبالتالي من حق المواطن. هل ده كان بيحصل؟ بيحصل في حتت كتير، وفي نفس الوقت انا النهارده نازل اشتري بقارن 10 محلات جنب بعض، نازل شارع عبد العزيز اشتري تليفون. الموبايل اللي انا عاوزه بشوف اسعاره في كل المحلات، المفروض السعر يكون معلن. وبالتالي ده حق لا جدال عليه. احنا طلبنا من معالي الوزير اول ما استلم الوزاره في اول لقاء معاه، من ضمن اليات ضبط الاسواق، مش ضبط الاسعار انما ضبط الاسواق، ان السعر يكون معلن ونطبق هذا الكلام. طلع قرار مبدئي معلن. يعني معلن يعني حضرتك على حسب المحل وعلى حسب نوع السلعة. دخلت سوبر ماركت كبير السلعة عليها ستيكر ملزوق عليه السعر، دخلت بقال صغير كرتونة متنية تحت الرف عليها سعر السلعة، معلق كشف بالسلعة اللي موجودة عنده وأسعارها. أحد آليات إعلان الأسعار، وعملنا دراسة كاملة لمختلف دول العالم بتعمل إيه. دخلت محل سمك مش هلسق ستيكر على سمك، إنما محلات السمك حضرتك هتلاقي عنده سبورة كاتب عليها بالتباشير البولتي بكذا البوري بكذا. فعلى حسب المكان جغرافيا وعلى حسب نوع السلعة المتداولة السعر، هناك آليات لإعلانها. إنما من حق المستهلك هو يبص بعينه يلاقي السعر قدامه ما يسألش. طلع القرار الاولاني كان اتحط هذا الالزام على المورد. المورد يعني يا اما الصانع يا اما المستورد. عمليا لقينا ان هذا من اصعب ما يمكن لسببين. يعني مين اللي بيحط السعر اللي حضرتك بتتكلم عليه ده؟ التاجر؟ لا، كان القرار الاولاني ان ملزم للمصنع والمستورد. انا خدتها من بدايه الخط ان السعر محطوط. ما ينفعش، كان يعني ثبت بالدراسات وان ده مش هينفع، لان انا السلعه اللي بتتباع في حلايب وشلاتين تكلفه النقل بتاعتها متحمله عليها، وبالتالي سعرها مختلف عن بيعها في القاهره. اللي طالع العريش وقف اللوري يومين في النفق على ما عدى وراجع فاضي، تكلفه النقل العاليه دي بتتحمل على سعر السلع، وبالتالي ما اقدرش ان انا اطبع عبوات مخصوصة لكل منطقة على حسب تكلفة النقل. الشركات الكبرى بتحمل تكلفة النقل على المتوسط، تكلفة النقل على السلعة، وتقدر تثبت سعر السلعة على مستوى الجمهورية. المستورد كمان ده مشكلة أخرى. أنا جايب فراخ من الأرجنتين، هتوصل كمان 13 دولار جمركي بكام؟ الدولار نفسه تمن السلعة بكام؟ حبع إيه؟ فلقينا إن اللي هيحصل إن المصنع والتاجر هيروح حاطط سعر عالي جداً ويترك للتاجر ان هو يعمل ديسكاونت من هذا السعر، وبالتالي عملت تشوهات اضافيه في الاسواق. معالي الوزير لما شاف الدراسات اللي اتعملت اقتنع تماما بذلك، وتم تعديل القرار. هدفنا جميعا ان المستهلك يشوف السعر قدامه مكان ما بيشتري، بغض النظر عن حجم المحل، بغض النظر عن المكان او نوع السلعه اللي بتتباع. النقطه ده في حمايه لطرفين، حماية للمستهلك لأن السعر بقى فعلا معلن قدامه محدش بيتلاعب بيه، وحماية للصانع والمستورد اللي بيدفع ضرائب، اللي بيدفع جمارك، اللي بيدفع تأمينات من سواء سلعة بير السلم أو سلعة مهربة. فاتفقتم على ايه في النهايه؟ يعني بعد ما جلسات مع الوزير وصلتوا لايه في الاتفاق؟ الوضع النهارده حضرتك مبدئيا انا عاوز اوضح ان كمنظومه صناعيه كصناعات غذائيه بالنسبه لنا التجار دول جزء اساسي. مفيش صناعه بدون تاجر. اكبر ممول النهارده للصناعات الصغيره كخامات بيكون تاجر خامات، بيديله ما يسمى بالوجبه، بيصنعها وبيدفع ثمنها. وفي نفس الوقت لو مفيش النهارده تجار تجزئه وجمله هنوزع عندهم المنتجات، او لو ضروا الصناعة كلها تتأثر. فهو المنظومة في الآخر والمصلحة واحدة، وكان ده كان الأساس الكلام مع الوزير. الوزير كان متشدد جدا فيما يخص الأهداف، وهي ضبط الأسواق، التحول جزء كبير من الاقتصاد العشوائي إلى المنظومة الرسمية، حماية المستهلك وحقوق المستهلك، وكلنا اتفقنا على هذا. وكان الكلام كله في إزاي التنفيذ. النهاردة الموضوع في الآخر المطلوب الهدف المستهلك يلاقي السعر موجود على الرف. كتب المصنع يقدر هو عنده امكانيات انه يكتبه كمصنع عليها كان بها، حطها الراجل بستيكر كان بها، حطها تحت الرف. يعني احنا كان عندنا بها. المشكله فين؟ ان الوزير كان عايز انه يطلع من المصنع
مطبوع عليه، مطبوع فهو في المصنع سعر والتاجر سعر اخر. وهو الاساس هنا انه الوزير كان متشدد ان المستهلك يروح يلاقي السعر، وكلنا اتفقنا على هذا. الاليه بتاعت حضرتك النهارده لو عندك بونبوني ممكن ما فيش مكان تحطي عليه ازاز، حاجه ساعه بتتغسل وبترجع ما تقدريش، فاليات التنفيذ تركت ان هو لازم السعر يبقى موجود، موجود النهارده على العبوه نفسها، موجود بستيكر، موجود على الرف، المهم المستهلك يلاقي حقه انه يدخل يلاقي السعر موجود. طيب وده هيتم بقى فيه حملات ده من اول يناير حضرتك، كل ملزم واحنا كقطاع بنلتزم بذلك. انت مثلا في قطاع الصناعات الغذائيه وده اهم، هو ده اللي قطاع الصناعات الغذائيه فقط. لا هو قرار الصناعات الغذائيه فقط فعلا، فكان ده بيختص بيكم فقط. فانتوا مثلا علبه الجبنه او مثلا علبه اللبن او وات ايفر هتعملوا فيها ايه؟ هتكتبوا عليها؟ هيرجع لكل مصنع النهارده اللي عنده امكانيات انه يحط عليها يحط، لو ما كانش التاجر هيحط ستيكر او يحطها على الرف، بس المستهلك هيدخل هيلاقيها موجوده. وده قرار يعني عندهم 1 يناير واحد مفيش يناير. كلام والوزير كان متشدد فيها ده قبل كده؟ في لا ما كانش ملزم للناس انه يبقى السعر موجود، ممكن مستهلك يدخل حته ويلاقي السعر مش موجود. الجديد كمان النهارده ان هو في الزام وتدقيق على التزام السلسله كلها من المصنع لتاجر التجزئه بفواتير ضريبيه. والا هتصادر السلع، ده كان موجود بس النهارده في تشديد عليه من الوزير. التشديد ده بقى قانونه ايه؟ يعني التشديد ده عقوباته ايه؟ هي في قرار لهذا هتتصادر السلع، لو السلع موجوده النهارده معهاش فاتوره هتبقى سلعه مجهود المصدر وستصادر وهيتعمل قضيه. لكن المستهلك في النهايه بصراحه بيبص لنا كده ويقول لك طيب انتوا مش عايزين تكتبوا السعر على السلعه ومش عايزين تطبعوا كذا عشان البونبوني صغير او السمكه او واتيفر، انا بقى عندي مشكله، انا بخش البقال ده الاقي السعر حاجه واخش البقال ده الاقي السعر حاجه واخش البقال ده الاقي السعر حاجه، في النهايه فكره ضبط الاسواق دي ما حصلتش. لا حضرتك ضبط الاسواق معناها ان السعر معلن. اما انا النهارده ممكن لاسباب معينه انا بعمل بروموشن واخفض السعر، ده حقي، قانون المنافسه يسمح لي ان انا انزل السعر او ارفع السعر. خلينا نتكلم بالمنطق، انا النهارده 2 بقالين في شارع واحد. واحد قرر ان هو يرفع الاسعار وده حقه طبقا للقانون، الثاني قرر انه يخفض الاسعار، الزبون هيروح للثاني. هيحصل حاجه من الاثنين، الاولاني ده هيضطر ينزل باسعاره يا من في زمان هتجيله. فدي وهي دي فكره اليات السوق. النقطه يمكن المهم ده احنا بنطالب من معالي الوزير، هو ابتدى بالصناعات الغذائيه او بالمنتجات الغذائيه، احنا بنطالب تطبيق ده كله على كافه طبعا السلع والخدمات كمرحله لاحقه. انما الحاجه العاجله كانت ان نبتدي بالصناعات الغذائيه، انما بعد كده المفروض يطبق على كافه السلع. انا ما ينفعش ان انا ادخل محل وانا مش عارف السلع دي ثمنها كام. والعالم كله يعني مش هنتكلم على مصر، سواء دول متقدمة أو دول نامية، إعلان السعر ده حق المستهلك لا جدال فيه، محدش عنده خلاف عليه. كان التساؤل مين اللي يحط السعر وإيه الآلية اللي يتحط بيها السعر. دلوقتي تم التوافق على أن اللي يحط السعر هيبقى على نهاية سلاسل الإمداد عند تاجر التجزئة، إنما إيه السعر اللي يحطه هو حر يحط السعر اللي هو عاوزه. دي ما فيهاش خلاف. طيب احنا عندنا مشكله منافسه، انه الحقيقه انه نتيجه ضعف المنافسه، نتيجه ضعف المنافذ، عدم وجود منافذ، يعني انا ما بعتقدش ان احنا عندنا مشكله اسعار على قد ما عندنا مشكله منافسه. في العالم كله بتروح انجلترا، بتروح فرنسا، بتروح كذا، بتلاقي المنافسه مين يخفض اكتر. لدرجة ان مثلا واكيد حضرتك عارف تجار اللبن او يعني الموردي اللبن في انجلترا عندهم مشكلة انه تقريبا بيتباع ببلاش، يعني تقريبا هيبقى مش عارفين يعملوا ايه لانه تاجر التجزئة عمال يخفض 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 يخفض. ده عكس الوضع عندنا، ايه المشكلة؟ في بعض المناطق فعلا عكس الوضع، في بعض الحالات لا. هدي لحضرتك مثالين. مثال منهم النهارده احنا شفنا زياده في تكلفه في تحليل لسعر الصرف، وده كان حاجه ايجابيه جدا، وده علاج له شويه اثر زي اي دواء عليه على اي مريض في الاول، لكن النتيجه النهائيه بتكون ايجابيه. فحصل ان عندنا انكماش في الاسواق، النهارده كصناعات غذائيه نزلت الاسواق حجم الاسواق والاستهلاك من 20 ل 50%. ليه؟ تكلفة زادت مع سعر العملة وبالتالي القدرة الشرائية أقل من 20 ل 50% انخفاض في الاستهلاك ككميات. حصل إيه؟ انخفاض الاستهلاك ده في مصانع،
المصانع عاوزه تنتج وعندها مخزون وعندها عماله ما ينفعش تقفل المصنع. ابتدوا ان هم مش قادرين يرفعوا تكلفتهم بمقدار زياده الخامات بتاعتهم. فحضرتك تبصي على كل مصانع صناعات غذائيه اللي في البورصه هتلاقي بعضها ما عملش اي ربح خالص في كذا ربع من الفتره اللي فاتت، وبعضها عامل ربح ضئيل جدا. ليه؟ عشان في منافسه شديده في هذا القطاع. نبص في القاهره وفي الاسكندريه على السلاسل الموجوده، وان في عندنا منظومه تنافسيه في التجاره الداخليه، هتلاقي ان في انخفاض في الاسعار وكل واحد بينزل. نطلع بره بقى القاهره هنلاقي الموضوع ده مش بالوضع ده، او اسكندريه هتلاقي حضرتك في الاقاليم مفيش سوق منتظم ومفيش تنافسيه زي هنا. عشان كده موضوع تنظيم تنميه التجاره الداخليه اللي شغال عليها معالي الوزير وكنا شغالين عليها وشايفينها قبل كده سنه 2010 مهمه جدا. لازم خلق اسواق، لازم النهارده يتعمل اسواق وندي اراضي في كل المحافظات لانشاء اسواق، وفي خطه اتعرضت فعلا عرضها الوزير بكده، وبالتالي حضرتك تزودي التنافسيه. لما هيزيد هذه التنافسيه اكتر هتبقى الاسعار تنخفض. هل المستثمرين مهتمين ان هم ياخدوا قطع اراضي يعني يفتح مثلا هايبر في اسيوط او يفتح مثلا خير زمان في مش عارفه حضرتك؟ يمكن انا غير البورنيطه بتاعتي وهتكلم بقى كعضو مجلس اداره جهاز تنميه التجاره الداخليه التابع لوزاره التموين. حضرتك حل مشكله الاسعار هي بمنتهى البساطه في اطار اليه السوق هي الوفره، الوفره في الكم، الوفره في الماركات اللي بتتنافس مع بعضها، واللي اهم من ده وده اللي ناقص بقى في الصعيد في المنافذ. حاليا هناك عدد كبير من الاراضي اللي كانت معده لانشاء مراكز تجاريه وسلاسل تجاريه على مستوى كافه المحافظات. الكلام ده يمكن تم تخصيص هذه الاراضي وكانت جاهزه للطرح في اوائل 2011، وطبعا قامت الثوره والناس حطت ايدها على الاراضي، ثم الجيش تدخل لازاله هذه التعديات، وحاليا جاري طرح عدد كبير منها. ويمكن جزء اهم من المنافذ هو المراكز اللوجستيه، لان انت عندك مشكلتين، ان انا عندي السلاسل الامداد ما هيش منظمه، وبالتالي تكلفه التوصيل. يعني احنا مثلا وقت رمضان حضرتك تذكر لما عملنا منافذ اهل رمضان كنا بناخد من المستورد والمصنع مباشره للمنفذ، وبالتالي قضيت على تكلفه اعاده التخزين واعاده النقل لاكثر من مره، دي بيتحملها المستهلك في الاخر. عشان كده الحاجه بتوصل اسيوط اغلى وبتوصل اسوان اغلى وتوصل حلب وشلاتين اغلى. فتطوير سلاسل الامداد وتطوير المنظومه اللوجستيه بالكامل منتهيه بزياده عدد المنافذ. امتى بقى؟ حضرتك مثلا كبدايه طرح المركز اللوجستي بتاع طنطا، ده تم وضع حجر اساسه من اسابيع قليله. البحيره المركز بتاعها بينفذ جاري بنائه حاليا. الاسكندريه ان شاء الله متوقع خلال شهرين يبدا التنفيذ فيه. في الصعيد في مركز في اسيوط، في مركز في سوهاج. فابتدى التحرك، ولكن ما بين طرح الارض وتخصيصها طبقا لقوانين الساريه، ثم ان المستثمر يحصل عليها ويبتدي يطلع بقى تراخيصه والاجراءات دي اللي بتاخد وقت. وبنسعى من خلال قانون الاستثمار الجديد تم اضافه التجاره الداخليه والمراكز اللوجستيه من ضمن القطاعات الخاضعه لهذا القانون، فهناك عدد كبير من المستثمرين اللي مهتمين بما فيها السلاسل المصريه الوطنيه والسلاسل الاجنبيه ابتدت تفتح ليها فروع في كافه المحافظات. بس في يمكن نقطه مهمه محتاجه ان انا اضيفها. حضرتك الصانع ومؤدي الخدمات والمستورد والمصدر وتاجر التجزئه كلهم تجار. حضرتك انت بتطلعي سجل تجاري، ثم اتخصص انا هبقى مصنع، هبقى مقاول، هبقى شركه سياحه، او هبقى مستورد او مصدر. فجميعهم تجار، وجميعهم هم جزئين من مثلث قاعدته المستهلك. جانب منه هو الحكومه كمراقب ومنظم، ومكسب التاجر او المصنع بيجي من حاجه واحده، من دورة رأس المال وليس من البيع الواحدة. دي نقطة لازم تبقى واضحة، ان التاجر اكسب له ان هو يبيع 100 مرة نفس السلعة بمكسب صغير عن ان هو ياخد مكسب كبير ويبيع اقل. طيب استاذ اشرف، في الصناعات الغذائية هل بصراحة في اتهامات انه كل المنتجين في كل الصناعات الغذائية بيتفقوا مع بعض على السعر؟ يعني من تحت الترابيزه كده احنا متفقين على السعر، وده برضو عكس قانون المنافسه اللي موجود بره، ان انت بتلاقي لبن فلان غير لبن علان، جبنه فلان غير جبنه علان. يعني
احنا هنا لا، احنا هنا فجأة علبة اللبن بقت بكذا، زادت 2 جنيه، كله زاد 2 جنيه، وكأن هناك اتفاق مسبق. بصراحة يعني كده في اتفاق مسبق، دي ممارسات احتكارية يعني. يجرؤ. أنا بأكد لحضرتك إن النهاردة اللي شفناه النهاردة وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار أثبت تواجده، وكذا حالة أحيلت قبل كده للجهاز، وفي تلات أرباع الحمد لله طلع ما فيهوش مشكلة، بس الجهاز موجود بقوة. وتعديل القانون إن النهاردة لو أي حد من الموجودين بلغ هو بيطلع برا القضية، ومنافسينه هياخدوا غرامات هتقفل مصانعه. لا أحد يجرؤ النهاردة إنه يقعد يتفق ويحصل في الآخر واحد يطلع يقول يلبس يضطروا يدفعوا ملايين ومئات الملايين أدت يعني. هو في ملايين مفيش يعني مفيش غرامة. غرامة حضرتك دلوقتي من 6-12% من بعد. رقم كبير جدا لو حضرتك بصيتي على الغرامة، واللي هيبلغ هيطلع منها. والمنافسين بتوعه هيدفعوا الفلوس. بس ما هو ما حدش بيبلغ عشان الناس تبقى متفقة. النهارده لا أحد يجرؤ حضرتك، أنا بأكد لحضرتك إن لا أحد يجرؤ حضرتك. روحي النهارده برجع تاني، ميزة البورصة إن في ميزانيات معلنة. حضرتك بتتكلمي على منتجين المصنعين الكبار بتوعهم موجودين في البورصة. حضرتك افتحي ميزانياتهم وبصي هتعرفي انه اكيد لو كانوا بيتفقوا ما كانتش هتنزل بحياتهم بشكل ده. ايوه ما هي كل الربحيات نازله علشان الديفالويشن والمنافسه الشرعيه. هو ما فيش منافسه حضرتك، هو النهارده في انتاج كبير، حجم السوق قل، فهو عاوز ينتج ويبيع ويشغل مكنه، والتاني عاوز ينتج ويشغل مكنه، فده ما بيزودش سعر وده ما بيزودش سعر، فبالتالي الاسعار بتنزل، والاثنين مش مالين برضه مصانعهم انتاج الاخر بس بينافسوا بعض، لان المصنع حضرتك عارفه لو ما اشتغلش التكلفه الثابته بتاعته بتبقى عاليه جدا، وبالتالي دي بتبقى خساره. فالمصلحه هو انه يبيع اكبر كميه، مصنعه ما يوقفش عشان العمال ثابتين والاهلاك ثابت والمصاريف دي كلها ثابته. فنرجع للميزانيات اللي موجوده في البورصه هنلاقي ان الناس مش محتكره، لو محتكره ما كانش يحصل لهم كده في ميزانيات. يمكن هضيف نقطه هنا حضرتك، هو دايما بيبقى فيه قائد للسوق بحصه حاكمه، الماركت ليدر. الماركت ليدر ده كل المنافسين الصغيرين ما بيستجراش ان هو حتى لو تكاليفه زادت، حتى لو هيبتدي ينتج بخساره، ما بيقدرش انه يرفع سعره منتظر الماركت ليدر انه يتحرك. دي بتلاقي مثلا في المشروبات الغازيه، عمرك ما هتلاقي واحد رفع والباقي لا، هو بيضطروا ان هم يمتصوا زياده التكلفه، يمتص زياده التكلفه لحد ما يتحول لخساره، بيضطر الكبير يرفع. اول ما ده بيرفع الباقي بيطلع وراه، بيطلع وراه، مش عشان هو عاوز يرفع، لان هو كان ابتدى يخسر. وفي التكلفة بتزيد بنفس النسب يعني في الاخر، يعني واحد النهارده بيبيع بسعر غالي، التاني بيبيع بارخص سعر، تكلفتهم بتزيد تقريبا بنفس النسب، فبيرجعوا في الاخر في نفس السلم السعري زي ما بنسميه. وكسر العمله للاسف ما بقاش زي زمان، الواحد كان عنده جنيه وقروش ساغ بيشتري بيها، زي تذكره المترو لما اضطريت ازودها زودتها من جنيه ل2 جنيه لما عنديش الكسر بتاعها. ففي سلع، ودي اللي هيبقى في سلع زي الصغيره اللي هي الحاجات اللي طلبه المدارس بيشتروها اللي كانت بجنيه، ما عنديش حل، بقعد اتحمل الخساره وابيع بخساره بنط ل2 جنيه، بنط ل2 جنيه. فهي دي احد المشاكل في السلع الغذائيه. هل لو رجعنا للقرار تاني، هل البقال بقى الصغير اللي غالبا ما بيديناش فواتير، يعني بقى ده غالبا ما هوش فواتير بيكتب لنا على ورقه كده، هل ده هيلتزم؟ حضرتك في مشروع بيتعمل حاليا لتحديث، مشروع اسمه بقال حتى، يعني لتحديث تجاره، ويمكن احنا نجحنا مع البقالين التموين ال 27,000 فلدينا جداً. هذه وجزء منهم كان لا يقرا ولا يكتب، دلوقتي بقى بيشتغلوا بالسمارت كاردز يعني احنا بنتكلم في حاجه رهيبه، فقادرين ان احنا نعملها. في طبعا مؤونه فنيه كبيره ستقدم من الغرف التجاريه، ولكن الاهم معالي الوزير توجيهاته لمفتشي التموين هو التدريب والتطوير اهم من التفتيش. ان انا بروح عند واحد شايف ان هو ما عرفش يطبق، اول زياره بوريه ايه اللي مطلوب يتعمل، جيت بعد كده لقيته منفس يطبق عليه القانون. فيمكن ده كمان التوجه الجديد اللي موجود من معالي الوزير، ان الهدف هو ان انا السعر يبقى معلن. لو واحد غير قادر ان هو يحط ستيكر، بتحط كرتونه عليها السعر زي ما كان زمان بقى بيعمل، يعني لا جديد في دي. هتكملوا تشتغلوا ازاي كده بسعر الفايده ده؟ لا مشكله كبيره جدا، يعني حضرتك دخلتي على حاجه واشكرك انك انت، لا طبعا النهارده في التكلفه
وده اكتر عنصر النهارده مضر في التكلفه. لو بنتكلم على الاسعار فتكلفه النهارده اكيد مش مجزيه لاي نشاط صناعي، مفيش اي نشاط صناعي النهارده ممكن يجيب هذا العائد اللي بيديه البنك زائد انه يغطي التكلفه ويجيب ربحيه. فاحنا املنا ان الفائده دي اظن انها هتنزل يعني خلال الاشهر كل ماسك على هذا الاساس 2 في 2 يعني اظن ما حصلش كده هتبقى مشكله كبيره جدا. اه تقدر تستحمله لحد يعني قد ايه كمان؟ هو خلاص حضرتك برضه بصي على الميزانيات خلاص يعني كده خلاص. انا عارفه ان ده اهم عامل الحقيقه. اهم عامل اهم عامل. والنهارده لو ان شاء الله العمله ثبتت مع نزول هذه التكلفه هتدي هتدي لا هتنزل معرفش. انا بالنسبه لي لان البنك المركزي اشوف ان هو قادر انه يدخل شاري لزياده الاحتياطي اكثر من اللي هو وصل له. وهو ده سبب عدم نزولها في الفتره اللي فاتت، كان المفروض ان هي تنزل خلال الاشهر الماضيه لو البنك المركزي ما كانش بيحاول ان هو يزود الاحتياطي للرقم اللي احنا وصلنا له. دلوقتي اشك ان هو هيزود عن كده، وبالتالي احنا اللي داخل اكتر من اللي طالع. يعني لما حضرتك تبص على ميزان المدفوعات هتلاقي ان كم العمله الاجنبيه اللي داخله اكتر من اللي طالع، معايا استثمارات اضافيه ابتدت اللي كانوا مستنيين قانون الاستثمار ثم اللائحه التنفيذيه ابتدوا يخشوا. بس لسه ما فيش اف دي اي داخل، يعني كل اللي داخل عندك داخل استثمار في ادوات دين، لكن الاف دي اي كاف دي اي كاستثمار مباشر ابتدى يا فندم. لا ابتدى يعني احنا بيجي اول حاجه شهاده المزاوله من الغرف التجاريه، فيعني احنا شايفين عدد الشركات الاجنبيه اللي ابتدت تدخل دلوقتي على السوق المصري، كان عامل فيزبيل ستادي وساكت وابتدى دلوقتي هتلاقي خلال يعني ما سيعلن في يناير القادم بعدد الاستثمارات اللي تمت خلال نوفمبر ديسمبر مقارنه بالسنه السابقه او الشهرين السابقين هتلاقي ارقام عاليه جدا. في نفس الوقت ان انا ابتدت الدايركت فلايتس تيجي من انجلترا لمرسى علم، ابتدت تيجي من المانيا، السياحه الروسي ان شاء الله هتيجي في المرحله القادمه، فاحنا شايفين التوجه الاوبتيميزم موجود. انا مش هقدر اقول لحضرتك يعني الحته دي هسيبها البنك المركزي والمصرفيين، بس انا لا اقدر اقول لحضرتك ان كصناعه مش هيبقى في استثمارات زياده او فرص عمل زياده في هذا القطاع بفائده 20%. الناس بتحاول تحافظ على استثماراتها وعمالتها قد ما تقدر، ومش قادره انها تحافظ على ده بالقدر الكافي لان ده ضغط كبير جدا. المبادرات الموجوده ايجابيه جدا، مبادره 5% للصناعات الصغيره والمشاريع الصغيره و7% المتوسطه، بس يمكن هنا اغفل المتوسطه شويه. ده حقيقي. ومع انخفاض سعر العمله لما نيجي نبص على الحجم ان احنا بدي الصناعات المتوسطه فقط تمويل لراس المال العام، الصغيره بديله ان هو يستثمر، بديله ان هو راس مال عامل، بديله في ماكينات، بديله كل حاجه. انا المتوسط مش راس مال عامل اسف، بيدي في الماكينات بس. لو حضرتك بتشتري صناعه مش كفايه ولا راس مال عامل ولا استثمار اللي عايز يكبر مصنعه وياخد حته جنبه ويزود، ده مش موجود. فدي نتمنى ان هي زي ما بنعامل الصغير نعامل المتوسط، لان النهارده حجم فوق 50 مليون جنيه لما نحسبها بالدولار او بالشغل الموجود او رقم استثمار 5 مليون جنيه، يعني تعريف المتوسط والصغير محتاج يتبص فيه عشان نقدر نستفيد من المبادرات دي للصناعه، وال 20% طبعا قاتله للصناعه. نتمنى ان السنه الجايه يعني ان شاء الله تجيب لنا اخبار سعيده زي اللي بيقولها دكتور علاء، ونتكلم عن خفض سعر الفائده، وده شيء احنا كلنا متوقعينه مع بدء انخفاض او تراجع معدلات التضخم، رغم ان ده تراجع محاسبي زي ما قلنا لكم قبل كده ان ده مش تراجع حقيقي ولكن تراجع محاسبي، ولكن متوقعين انه يبتدي التراجع في سعر الفايده. ده مهم جدا بالنسبه للاستثمار. الفايده ارتفعت في وقت معين علشان يعني جمع السيوله، كمان بيبقى باك اب للمدخرين في البنوك بعد مع التضخم، لكن في النهايه ما هو ما فيش سعر فايده هيوازي التضخم. يعني لو سعر فايده حتى 20% تضخم واصل دلوقتي ايه 26 وحاجه 26. ففي النهايه برضو الفلوس في تضخم والفلوس بتتاكل، فبالتالي على الاقل بقى تضخ الاموال في الاستثمارات فتوفر فرص عمل. تاني فكره ان الاسعار تنخفض انا مش متوقع ان ده يحصل، لكن الدخول تزيد هو ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. فرص عمل اكتر. الفرص عمل اكتر. بشكركم شكرا جزيلا دكتور علاء عز ومهندس اشرف الجزائري، وبشكركم اعزائي المشاهدين. كانت حلقه طويلة شوية ولكن يعني أتمنى أنها تكون كانت مفيدة. نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديدي تحييكم. صباح الخير.